الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي، ازيك شباب؟ هنبدأ النهاردة ناخد مسائل إن شاء الله على التكامل غير المحدد. رقم واحد في الاختيار بيقول لي عايز تكامل من ألف إلى باء دالة سين دال سي. طيب ده تكامل محدود يا شباب من ألف لباء، ما ينفعش طبعا نوزع الكلام ده لو كان في مشتق. لو كان بيقول لي هات لي مشتق مثلا وتكامل مشتقة الدالة، كنا احنا بنكملها بنقول له دالة س كده وعندي حدود التكامل من ألف ل ب، فيبقى دالة ب ناقص دالة ألف. الكلام ده بيبقى في ايه؟ في مشتق. لكن في التمرين عندي تكامل من ألف ل ب دالة س، يبقى ما ينفعش ان انا اوزع، لازم اكامل الأول، فاهمين؟ طب هنا عندي من خواص التكامل ان انا ممكن ابدل ألف ل ب، تبقى هي ب إلى ألف، وغير الإشارة بره فتبقى سالب تكامل من ب لألف دال س دال س، ماشي؟ يبقى دي من خواص إيه؟ التكامل. يبقى الإجابة بتاعتنا رقم ج. طيب السؤال رقم اتنين بيقول لي إذا كانت دال شرطة متصلة، إذا كانت دال شرطة متصلة على الفترة من ألف ل ب، فإن دال ألف زائد التكامل من ألف ل ب ده شرطة س دالة س بيساوي نقط. طيب احنا عندنا هنا دالة ألف زائد التكامل حدوده كانت من ألف ل ب ده شرطة س دالة س، ده هنعملها ازاي؟ هنا هنكامل الدالة الأول، ماشي؟ وبعد ما نكامل هنوزع حدود التكامل اللي عندي. دالة ألف زي ما هي، هنا هنكامل تكامل دال شرطة س بدالة س، حدود التكامل من ألف لب، أنزل دالة ألف بعوض باللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى دالة ب ناقص دالة إيه؟ ألف، دول يروحوا مع بعض فيبقى عندك دالة إيه؟ دالة ب. يبقى السؤال رقم اتنين الإجابة بتاعتنا هتبقى باء، اختار باء. السؤال اللي بعده رقم ثلاثة، تكامل من ألف لباء س تربيع دالة س زائد تكامل من ب لألف س تربيع دالة س. طيب التكامل اللي عندي خد بالك ألف لا تساوي ب، حدود التكامل اللي عندك من ب لألف. لما نيجي نكمل الدالة دي هنعمل ايه؟ هنزود على الأس واحد ونقسم على الأس الجديد، فيبقى تلت س تكعيب حدود التكامل عندي من ألف لب زائد التكامل التاني هيتكامل يبقى تلت س تكعيب، زود على الأس واحد ونقسم على الأس الجديد، حدود التكامل عندي من هنا من ب لحد ألف، نعوض يبقى تلت ب تكعيب، نعوض اللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى ناقص تلت ألف تكعيب، بعد كده زائد نعوض اللي فوق يبقى تلت ألف تكعيب ناقص تلت ب تكعيب، تمام؟ تعالوا نختصر، تلت ب تكعيب تروح مع سالب تلت ب تكعيب، وهنا الموجب يروح مع السالب برضه، فيبقى الناتج بصفر. السؤال تلاتة إجابته صفر، اللي هو الاختيار ب. الاختيار بتاعنا بقى تمام. شوف السؤال اللي بعده رقم أربعة، إذا كان التكامل من اتنين لأربعة دالة س دالة س دالة س بيساوي سبعة، التكامل من أربعة لاتنين راء س دالة س بيساوي اتنين، فهي التكامل من اتنين لأربعة لاتنين في دالة س ناقص تلاتة في راء س ناقص خمسة بيساوي نقط، كل ده بالنسبة لدالة س. طلع المعطيات في المسألة، عندك التكامل اهو حدوده من اتنين لأربعة دال س دالة س كان بيساوي سبعة، عندنا التكامل التاني من أربعة لاتنين هنبدله عشان تبقى من نفس النوع، نفس حدود التكامل يعني، من اتنين لأربعة وغير الإشارة ايه بتاعتنا، يبقى أنا هبدل دول وغير الناتج اللي بره. التكامل من اتنين لأربعة للدالة راء س بيساوي يا شباب بدل ما يبقى اتنين هيبقى سالب اتنين، يبقى أنا بدلت حدود التكامل، تمام؟ هو طالب مني ايه في المسألة؟ بيقول لي هات لي التكامل من اتنين لأربعة، تعالى بقى نوزع التكامل، اتنين دالة س هنسيب الاتنين بره في دالة س دال س،
اللي بعدها نسيب التلاتة بره نطلعها وناخد حدود التكامل بتاعتنا من 2 لـ4، د س د س ناقص 5 حدود التكامل بتاعتنا، طبعا طلعنا 5 بره، حدود التكامل برضو من 2 لـ4، د ايه س د س. تمام، التكامل بتاعي الدالة بتاعتنا هنا من 5، 5 د س على طول، 5 في 1 د س دي 1، خلاص. يبقى انت الدالة اللي بعدها 5 سبتها هي توزعت التكامل، وهنا ايه 5 في 1 ايه في د س، او تقول التكامل 5 د س على طول. ماشي، طيب انت عندك هنا الدالة الاولى كانت د س، والدالة التانية كان اسمها ايه ر س. يبقى انت عندك دالتين، الدالة الاولى كانت 2 د س، والتانية 3 ر س. ماشي، واللي بعدها 5 د س. ماشي، 5 في د س. التكامل بقى هنعمل ايه هنا؟ هو قال الحدود من التكامل هنا ب7، يبقى 2 في 7 ب14. طب التكامل هنا من 2 ل 4 ر س كان بسالب 2 اهو، ناقص هنا 5 تفضل معايا اهيت، والنسبة التكامل 1 د س تبقى 5 س اهو. يبقى حدود التكامل اهيت من 1 من 2 لحد 4 ديت ايه التكامل بتاعنا يا شباب. خد بقى التكامل 1 د س ب س، وحدود التكامل من 2 ايه ل 4، فاهمين؟ يبقى انت عندك 5 تكاملها 5 س، والحدود بتاعتنا من كام؟ ها، من 2 لـ4. تعال نعوض كده، يبقى هنا 14 سالب في سالب بموجب، هنا سالب 5 نعوض 4 ناقص 2، يبقى 14 و6 20، ناقص هنا 4 ناقص 2 ب2، 2 في 5 ب10، يبقى 20 ناقص 10 بيدينا 10، خلاص. أو ممكن أنت تعوض على طول بالخمسة جوه كده، تخلو 5 س من 2 لحد 4 يطلع معاك نفس الناتج يعني، خلاص. يعني بدل ما تطلع الخمسة بره كده ممكن تسيبها جوه، تقول تكملها 5 س على طول، وتوزع حدود التكامل بتاعتك. فهمنا؟ يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى ايه 10. ناخد الجواب بتاعنا رقم ج. شوف السؤال اللي بعده رقم 5. إذا كان التكامل من 2 لـ5 د س د س بيساوي 4، فإن التكامل من 2 لـ5 3 في د س ناقص 1 د س بيساوي نقطة. هو عايز مني في المسألة تكامل من 2 لـ5 3 في د س، برضه هنسيب 3 بره، يعني نوزع حدود التكامل يعني، ناقص التكامل برضه من 2 لـ5 هنا 1 د س. طيب التكامل اللي عندي هو قال لي في المسألة من 2 لـ5 د س ب4، يبقى 3 في 4 هنا ب12، ناقص حدود التكامل اللي عندك هنا من 2 لـ5 تكامل 1 س ب س من 2 لـ5 بيساوي، يبقى 12 ناقص، هنعوض باللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى 5 ناقص 2 يعني 12 ناقص 3 يعطيني الناتج 9. السؤال رقم 5 إجابته 9. ماشي، اختار 9 في الإجابة ألف. السؤال اللي بعده رقم 6. إذا كان التكامل من 2 لـ5 د س د س سوى 4، فإن تكامل دي رقم 5 خلاص حلينا دي 5. تعالوا نشوف رقم 6. إذا كانت الدال دالة متصلة، سؤال 6، دالة متصلة على الفترة من 2 لـ7، وكان التكامل أو فإن التكامل من 2 لـ7 د س ناقص د س زائد التكامل من 7 لـ4 د س د س بيساوي نقط. طيب تعالى كده نكتب التكامل بتاعنا، حدوده كانت من 2 لـ7 د س د س هنا زائد التكامل من أول 7 لحد 4 د س د س. هو بيقول لي متصلة على الفترة، متصلة على الفترة من أول 2 لحد إيه 7، لاحظ الأربعة بينهم هنا. يبقى أنا هقول التكامل من 2 لـ7 د س د س ده هيتبدل يبقى سالب، وأقول له التكامل من 4 لـ7 د س د س. يبقى أنت التكامل حدوده كان من 2 لـ7، هتحذف منه التكامل من 4 لـ7 ليه اتحذف، فبقى عندك التكامل من 2 لحد كام 4 لنفس الدالة د س د س. فهمنا يا شباب؟ يبقى انت كده حذفت الجزء اللي عندك ده، في بقى التكامل من 2 لـ4 د س د س. بدي اجابة رقم ايه؟ رقم 6. هنختار اجابة الف. تمام كده؟ رقم 7.
بيقول لي في التمرين الدال دالة متصلة على حاء، وعندي تكامل من أول سالب واحد لحد تلاتة، دال سين دالة سين كان بيساوي 7. وقال لي كمان إن التكامل من 5 لحد 3 دال سين دالة سين ده بيساوي سالب 11. هو عايز مني التكامل من أول سالب واحد لحد 5 دال سين دالة سين بيساوي نقطة. طب دي نعملها ازاي؟ اول حاجه بتشتغل بتعمل خط كده كبير، انت هي متصله، لاحظ الارقام من سالب واحد لتلاته ومن تلاته لايه، او من هنا خمسه لتلاته، فانت ممكن تعرف حدودك. تعالى كده نجيب الصغير نرتبهم، يعني هنا سالب واحد وبعدين تلاته وبعدين خمسه، بيقول لي التكامل من هنا لهنا 7، قيمته ب7. طب التكامل من خمسه لتلاته، بص خد بالك جاي كده، كان بسالب 11، يبقى انت لما تعكسه هتعكس العلامه يبقى 11. يبقى انت لو بدلت حدود التكامل، بدل ما اقول من 5 ل 3 بسالب 11 اقول من 3 ل 5 بموجب 11، فاهمين؟ يبقى الجزء ده بموجب 11 وانت رايح كده، تمام؟ يبقى انت رايح من سالب 1 ل 3 7، وحدود التكامل من 3 لحد 5 ب 11، فاهمين؟ فهو عايز التكامل من اول سالب 1 ل 5 د س د س. هنعمل ايه؟ هنجزأه، نقول والله من سالب 1 ل 3 د س د س زائد التكامل الثاني من اول 3 لحد 5 د س د س. الاول كان ب7 والتاني كان ب11، يبقى 7 زائد 11 هي ديك 18. ليه؟ لان احنا عكسنا الاشاره، طالما بدلنا حدود تكامل الخواص يا شباب بنبدل الحدود بنغير الاشاره اللي بره، تمام؟ فيطلع الناتج بكام؟ ب18. للسؤال رقم 7 تختار اجابه ب. السؤال اللي بعده رقم 8، قول لي إذا كان التكامل من 1 ل 4 د س د س زائد التكامل من 2 ب لحد 8 د س د س بيساوي التكامل من 1 ل 8 د س د س، فإن ب تبقى بكام؟ ناخد بالنا يا شباب لما نيجي نجمع تكامل مع تكامل، يعني ليه حدود بتربط بعضه. يعني نقول مثلا زي المسألة اللي فاتت، أنا كنت عايز أجيب تكامل من سالب 1 ل 3 وبعدين من 3 ل 5، بيديك ناتج، فمعنى كده ان الرقم هنا اللي في النهاية هو نفسه اللي في البداية هنا، شايفين كده؟ طيب يعني السؤال بتاعنا رقم 8 ده هو بيقول لي كان التكامل جمع عادي، يعني تكامل من 1 ل 4 د س د س زائد التكامل من 2 ب لحد 8 د س د س بيعطيك تكامل من 1 لحد 8، يعني ده متصل مع بعض اهو، فاهمين؟ طب ايه اللي يحصل يا استاذ؟ هو بيقول لك انا من 1 ل 4، فلازم ده هي برضه تبقى 4 لحد 8 عشان يتربطوا مع بعض، وديك من 1 ل 8، فهمتوا الفكره؟ فيبقى 2 ب دي ب 4، بس دي مساله مباشره، يبقى 2 ب ب 4، والتالي الباء قيمتها هتبقى بكام؟ ب 2. كده خلصناها، ماشي؟ يبقى باء ب 2، يعني تختار الجواب ا. نشوف السؤال اللي بعده رقم 9، بيقول اذا كانت الدال داله زوجيه متصله على الفتره من سالب 4 لحد 4، والتكامل عندك من سالب 4 ل 4 د س بيساوي 20. نكتب كده المعطيات بتاعتنا، ده رقم 9 اهو، هي متصله على الفتره من اول السالب 4 لحد ايه 4، الداله ايه متصله وزوجيه. هو عايز وقال لي كمان ان حدود التكامل من سالب 4 لحد 4 بالنسبه للداله د س داله س كان ب 20، وقال لي كمان ان التكامل من 0 لحد 2 داله س داله س كان بتساوي 6، فهو عايز التكامل من أول سالب 4 لحد 2 د س، فإن التكامل من أول سالب 4 ل 3 د س د س بتساوي نقطة. خد بالك في خاصية إحنا خدناها قبل كده، بالنسبة لما يجي تكامل الدالة الزوجية بنقول له ضعف التكامل من أول 0 لحد 4. خد بالك ليه يا شباب بنعمل كده؟ ليه بنعمل ضعف التكامل للدالة بتاعتنا؟ لو عملنا مثلا دالة زي دي كده، دالة مقياس بالمنظر ده، وحدودي من أول سالب 4 لحد 4، دالة زوجية مثلا أو دالة إيه؟ منحنى، أيا كان، هنا من سالب 4 ل 4، حدود التكامل تحت المنحنى هتبقى هنا قد هنا، يعني التكامل اللي إحنا بنحسب التكامل من الحالة المرسوم المساحة أسفل المنحنى، فالمساحة اللي هنا تبقى قد اللي هنا، فمعنى كده التكامل من سالب 4 لحد 4 هيبقى ضعف التكامل من 0 ل 4. تمام؟ اللي هو يديني كام؟ 20.
معنى كده هنستنتج ان التكامل من 0 ل 4 للدالة اللي عندك دالة س هيطلع بكام؟ ب 10. دي معلومة تبقى عارف. طب هو عايز في المسألة ايه؟ التكامل من سالب 4 ل 3. تعال نرتب الأرقام بتاعتنا، عندنا 0 وعندنا 4 وعندنا سالب 4 وعندنا 3. ادي سالب 4 اهي، وبعدين بتيجي 0 وبعدين ايه؟ 3. هو عايز بقى من سالب 4 لحد كام؟ من سالب 4 لحد ايه؟ ل 2. من سالب 4 ل 2 يا شباب، سالب 4 و0 وعندي كام؟ 2. هو قال لي التكامل من سالب 4 ل 4 ل 11، يبقى احنا استنتجنا التكامل من 0 ل 4 كان بكام؟ ب 10، اللي هو برضو التكامل من سالب 4 لحد 0. فاهمين شباب؟ يبقى الفترة التكامل من سالب 4 ل 0 هو نفسه من 0 ل 4، يبقى التكامل برضو من سالب 4 ل 0 د س هيطلع برضو بايه؟ ب 10. يبقى الجزء ده قيمته ب 10. وعندنا التكامل من 0 ل 2 كان بكام؟ كان ب 6. يبقى هنجمع بقى الجزء ده زائد الجزء ده، فبالتالي استنتج ان التكامل من سالب 4 لحد 2 د س د س هيديك التكامل من سالب 4 ل 0 د س زائد التكامل من 0 ل 2 د س د س. التكامل الاولاني كان ب 10 والتاني كان ب 6، يبقى مجموعهم بكام؟ ب 16. نختار الاجابه بتاعتنا ج. اختار الاجابه ج للسؤال ايه؟ رقم 9. ننتقل للسؤال رقم 10. اذا كانت د داله فرديه ومتصله على ح، وكان التكامل من سالب 1 ل 4 د س د س بيساوي سالب 3، والتكامل من 0 ل 6 د س د س يساوي 11، فان التكامل من 0 ل 4 د س د س بيساوي نقطة. سؤال 10، عندي حدود التكامل، بيقول لي من سالب 6 ل 4. خد بالك هي دالة فردية، دالة فردية متصلة. التكامل من سالب 6 ل 4 دالة س دالة س ده بسالب 3، وعندنا حدود التكامل من 0 ل 6 دالة س دالة س بيساوي 11. هو طالب مني حدود التكامل من 0 ل 4 دالة س دالة س بيساوي نقطة. خد بالك دي دالة فردية يا شباب، رسمتها كده مثلا، دي رسمة الدالة الفردية. هو قال لي حدود التكامل من اول سالب 6، سالب 6 مثلا، هنا سالب 6 اهيت لحد ايه؟ 4. الجزء ده كله التكامل بتاعه سالب 3، شايفين؟ من سالب 6 لحد 4 بسالب 3. وقال لي التكامل من 0 لحد 6 11. 0 لحد 6 هنا فين 6؟ دي سالب، دي كام؟ سالب 6 لحد 4. احنا قلنا من سالب 6 لحد 4 دي ايه؟ بسالب 3. الجزء ده كله يا شباب، فاهمين؟ وقال لي حدود التكامل من 0 ل 6، خد بالك المنحنى بيبقى ممتد معانا اهوت كده كده، دي الرسمه بتاعتنا مثلا ماشيه كده. يعني حدود التكامل من 0 لحد 6 كل ده قال لك ب 11، الجزء ده ماشي اللي هي المساحه اسفل المنحنى. طب احنا عايزين نجيب التكامل من 0 لحد 4. خد بالك حدود التكامل اسفل المنحنى من هنا زي هنا بالظبط بس بالسالب، يعني لما تقول من 0 ل 6 كان ب 11، يبقى هنا من 0 لسالب 6 هيبقى بكام؟ بسالب 11. فاهمين؟ ده الجزء ده كله بسالب ايه؟ بسالب 11. المساحه اسفل المنحنى هنا بس ده بالسالب يعني، ماشي؟ يعني الاسفل المنحنى بتبقى بجزء سالب، ولكن احنا بناخد المعيار بتاعه فيطلع بالموجب. يعني المساحه دي كلها ب 11، يبقى المساحه دي كلها 11 زيها، لان المساحه اللي فوق زي اللي تحت، تمام؟ الجزء ده ب 11 كله. طب احنا قال لي من 0 لحد 6 ب 11، وقال لي من سالب 6 لحد 4، من سالب 6 لحد 4 الجزء ده كله بسالب 3. طب هنا 4 بيقابلها كمان سالب 4. نلاحظ يعني ما يقول لي من سالب 6 لحد 4 دي متجزأة، سالب 6 لسالب 4 وسالب 4 ل 0 ومن 0 ل 4، يعني الجزء ده قد الجزء ده، بس ده موجب وسالب، يعني ده يلاش المساحة دي تلاش المساحة دي. فمعنى الكلام ان التكامل من سالب 6 لسالب 4 اللي عندك اللي هو نفسه التكامل من سالب 6 لحد ايه؟ سالب 4. يبقى حدود التكامل يا شباب من سالب 6 ل 4 هي نفسها من سالب 6 لايه؟ لسالب 4، لان الجزء ده هيلاش ده، لان انت عندك المساحه ده هي كلها المساحه دي والمساحه اللي هنا. واضحه كده على الرسمه؟ انا هرسمها لكم تاني حالا، ركز بس معايا هنا وافهم. انت حدود التكامل هو بيقول لك من سالب 6 لحد 4، من اول سالب 6 لحد 4 كلها بسالب 3.
طب المساحة دي والمساحة دي لما نيجي نحذفهم من بعض دي بنساوي 4 على 4. تعالى كده نرسمها في قسمة تانية عشان نفهم قسمة كبيرة شوية، ماشي؟ المسألة بتاعتنا رقم 10، هنرسمها رسمة كبيرة كده عشان نفهم. أدي الرسمة بتاعتنا اهي جاية من بعيد اهي كده، وهنا حدود تكامل بيقول لي بنسالب 6، وهنا كان في 4 سالب 6، هنا سالب 4 اهيت، ودي تبقى ايه؟ 4 زيها، ماشي؟ هو كان بيقول لي حدود التكامل من سالب 6 لحد 4، يعني الجزء ده كل المساحة ده كلها، شايفين؟ المساحة ده كلها يا أستاذ كانت بكام؟ قال لي في المسألة أهو ب11، بيقول لي التكامل من 0 ل 6 ب11، 0 لحد 6 بيساوي 11، حدود التكامل من 0 ل 6 د س د س بيساوي 11، الجزء ده كله ب11، ماشي؟ وعندك التكامل من سالب 6 لحد 4 دالة س دالة س بتساوي كام؟ بسالب 3، يعني التكامل من أول سالب 6 لحد إيه 4 ده كله بسالب 3، والتكامل من 0 ل 6 هنا ده المساحة، التكامل ده كله ب11، الجزء ده كله ب11، فبالتالي الجزء ده كله برضه بإيه؟ ب11. متخيلين؟ يعني مساحة أسفل المنحنى هنا زي المساحة أسفل المنحنى هنا. طيب يا شباب، هو قال لك بقى التكامل من 0 لحد ايه 6 ب11، خلاص استفدنا ده ب11. طب ما يقول لي بقى التكامل من سالب 6 لحد ايه 4 بسالب 3، ده معناه ايه؟ معناه المساحة ده كلها دي زائد ده الاتنين مع بعض لما يتجمعوا هيديك كام؟ هيديك سالب 3. طب ما انت عندك الجزء ده اهو، الجزء الاسود ده اهو مساحته زي الجزء الاسود ده، بس ده موجب ولا سالب؟ يعني مش المساحه دي هتلاشي المساحه دي، يعني قصدي يقول لك التكامل من سالب 6 لحد 4 اللي هو التكامل من سالب 6 لحد ايه سالب 4 دالة س دالة س هيطلع بكام؟ سالب 3. يعني المساحه الجزء الاول مساحته اسفل المنحنى ب3، يبقى التكامل من اول سالب 6 لسالب 4 بسالب 3 عشان هي في الايه في الاسفل في الجزء اللي تحت، يبقى الجزء ده اهو التكامل بتاعي بسالب 3، والجزء ده اهو التكامل بتاعي كان ب11. فانا عايز اجيب التكامل من كام لكام؟ عايز اجيب المساله التكامل من 0 ل 4، يبقى من 0 لحد 4 الحته ده اهي هتبقى زي الحته ده اهي، صح؟ فيبقى 11 هنطرح منهم التلاتة اللي عندي ده اهي، يديني الجزء ده اهو اللي هو 8 هنا بالسالب، يعني الجزء ده تكامله بالسالب، لكن الجزء ده تكامله بايه؟ بالموجب، فيطلع ب8. فالاجابه بتاعتنا تبقى ج، يبقى التكامل عندي من 0 ل 4 د س د س هيطلع ب8. اقولها تاني يا شباب عشان المساله عايزه فهم. هو قال لي في المساله ولا من الاول خالص اهو، بيقول التكامل من اول سالب 6 لحد 4 بسالب 3، يعني المساحه الجزء ده والجزء ده الاثنين ما يتجمعوا على بعض هيديك بكام؟ بسالب 3. لاحظ ان دي مساحه اسفل المنحنى ودي فوق المنحنى، يعني من 0 ل 4 ومن 0 لسالب 4 بيلاشوا بعض، ده بيلاشي ده. فمعنى الكلام لما يقول لي التكامل من سالب 6 لحد 4 بسالب 3، معناه التكامل من سالب 6 لايه؟ لسالب 4، يبقى الجزء ده اهو التكامل بتاعه بسالب 3، يبقى المساحه بتاعته ب3 بس، لان هي اسفل المنحنى، عشان هي تحت الخط في الجزء السالب، يعني عملنا الايه؟ الناتج بالسالب، فاهمين؟ ها؟ يبقى التكامل يقول لي من سالب 6 لحد 4 كله الجزء ده هيلاشي الجزء ده، يبقى معناه ان هو من سالب 6 لحد ايه؟ سالب 4 بسالب 3. وقال لي كمان ان تكامل من 0 لحد 6 ب11، يبقى التكامل من 0 لحد سالب 6 هيبقى بكام؟ ب11، اللي هو الجزء ده المساحه يعني اللي هنا حدودها كانت ب11، يبقى الناتج هنا بكام؟ ب11. المساحه دي كلها يا ولاد كانت ب11 يا شباب، يبقى المساحه دي كلها ب11، فاهمين؟ طيب الجزء ده اهو طبعا ب11 بقى عشان تحت يبقى سالب، يعني فاهمين؟ ده مساحته التكامل بالسالب، يعني ده سالب 11 عشان تحت، ولكن انا بقول ايه؟ المساحه ب11، مساحه ده ب11، مساحه ده ب11، بس ده عشان تحت تكامل يبقى سالب 11، فاهمين؟ هو عايز التكامل ده اهو من 0 ل 4. طب ما ده يطابق ده يا استاذ، يعني المساحه دي قد المساحه دي، فالجزء ده بسالب 3، يبقى الجزء اللي هنا برضه من اول سالب هنا من اول سالب 6 لسالب 4، وهنا 4 6 برضه بايه؟ ب3، بس الاشاره تبقى يعني مجابه، سالب 3 تبقى ليه 3، تمام؟ والحته دي كلها كانت ايه تكاملها ب11، طب ما دي برضه ب8، ليه؟ لان 11 ناقص 3 هيديك ايه 8، يبقى دي زي دي. وصلت كده الفكره؟ ها؟ اتمنى تكونوا فهمتوه. خلاص؟ لان ده تكامل ايه؟ قال لي الداله فرديه، فلازم نبقى فاهمين الطريقه بتاعتها. يبقى من 0 لحد 6 ب11، اخر مره من 0 ل 6 11، يبقى دي ايه؟ بسالب 11 عشان تحت.
والتكامل من سالب 6 لحد 4 كان بسالب 3، يعني ده هيلاش ده، يبقى قصده يقول لك يعني ان هي دي بسالب 3، تمام، الجزء ده بسالب 3، فدي يبقى ده ايه التكامل بتاعه ب 3، ودي كلها 11، 11 ناقص 3 يديك 8. طيب نشوف السؤال اللي بعده، يبقى خلاص دي 8 الاجابه بتاعتنا جيم. رقم 11، اذا كان التكامل عندك حدوده من 1 ل 3 د س د س بيساوي 5، والتكامل من 3 ل 4 د س د س بيساوي 2، والتكامل من 2 ل 4 د س د س بيساوي 6، فان التكامل من 2 لحد 1 د س د س بيساوي نقطة. نكتب كده شبه المعطيات لرقم 11، بيقول لي تكامل حدوده من 1 ل 3 د س بتساوي 5، ده رقم ايه؟ رقم 11، تمام، رقم 11. تاني كده يا شباب، احنا خلاص حلينا رقم ايه 10، طلعت رقم ج. رقم 11 التكامل من 1 ل 3 د س د س، ايوه كده، د س بتساوي 5، وقال لي حدود التكامل من 3 ل 4 د س د س بيساوي 2، والتكامل اللي عندي كان من 2 ل 4 د س د س كان بيساوي 6. هو عايز التكامل من 2 ل 1 د س د س بيساوي نقطة. تعالوا نرسمها، نعمل خط كده يا شباب صغير كده. انت عندك الارقام 1 3 و2 4، يعني هنا ترتيب متصاعدي، 1 2 3 وهنا كام؟ 4. بيقول التكامل من 1 ل 3 كده كله كان ب 5، والتكامل من 3 لحد 4 كان ب 2، والتكامل من 2 ل 4 ده كله 6. طب ده كله 6 يا استاذ، ودي 2، يبقى دي بكام؟ ب 4، يبقى 5 ناقص 4 بكام؟ ب 1. يبقى التكامل بتاعي بقى من 2 ل 1، خد بالك هو راجع، احنا كنا رايحين كده، يبقى كده بالموجب كده بالسالب بقى، هتبقى سالب ايه؟ سالب 1، ماشي، يبقى الاجابه بتاعتنا د. خلاص نشوف السؤال اللي بعده، رقم 12، اذا كان التكامل من 2 ل 10 د س د س زي التكامل من 8 ل 11، نكتب كده المعطى بتاعنا رقم 12، التكامل كان حدوده من 2 ل 10 د س د س زي التكامل من 8 ل 11 د س د س زي التكامل من 10 ل 8 د س د س، كل ده بكام؟ ب 9. طيب هو عايز مني ايه؟ بيقول لي فإن التكامل من 2 لحد 11 د س د س بتساوي نقطة. نعمل خط الأعداد بتاعنا ونوصل، نعمل الفترات، الأرقام بتاعتنا نرتبهم، عند 2 10 8 11، يقول 2 وهنا 8 وهنا 10 وهنا 11. هنا التكامل جاب حدوده من 2 لحد 10، وقال لي بعد كده من 8 لحداشر زائد التكامل من 10 لـ8، كل دول مجموعهم ب 9. طيب تعالى نعمل رموز كده، هنا س مثلا، هنا ص، هنا ع، واعملها كأنها معادلة. هو قال لي من 2 لـ10، 2 لـ10 ده اللي هو س زائد ص، وبعدين من 8 لحد 11 يعني ص زائد ع، تمام، وبعدين رجع قال لي زائد من 10 لـ8، 10 لـ8 كده راجع يعني سالب ص، كل ده كان بكام؟ ب 9. فهنا هنختصر ص مع ص، فبالتالي س زائد ص زائد ع كلها تبقى بكام؟ ب 9. س الجزء ده زائد ص زائد ع ب 9، اللي هو التكامل من 2 لـ11، ده كله عبارة عن التكامل من أول 2 لإيه؟ ل 11، للدالة بتاعتك د س د س هيطلع بإيه؟ ب 9. فهمنا الطريقة؟ عملناها معادلة يعني وظبطناها واختصرنا. يبقى الإجابة بتاعتك لرقم 12 هتختار ب، الإجابة ب. ننتقل للسؤال اللي بعده، هنا تكامل رقم 13. السؤال 13، التكامل بتاعنا حدوده من سالب 1 ل 1، هنا س
تكعيب على سين أس 4 زائد جتا سين دالت سين. لاحظ حدود تكامل من سالب واحد لواحد. هنا البسط اللي فوق ده اللي كانت دالة نوعها فردية، والمقام ده اللي نوعها زوجية. هنا لما نقسم فرد على زوجي هيديك فردي، يعني دي كلها دالة فردية، دالة فردية. طيب التكامل من أول سالب واحد لواحد، احنا قلنا من شوية في الرسمة خدنا رسمة كده، من هنا مثلا سالب واحد لحد واحد. لما أجيب التكامل من سالب واحد لواحد هيدينا صفر، لأن ده هيلاش ده، يعني ده تلاتة مثلا طلع بسالب تلاتة وده تلاتة، يجمع بعضك صفر. فطالما هي دالة فردية يبقى الناتج بإيه؟ بصفر. فهمنا يا شباب؟ يبقى هنا البسط كان دالة فردية. عارفين الدالة الفردية اللي هي سين أس تلاتة، سين أس عدد فردي، سين أس خمسة، سين أس سبعة، ده عدد دالة فردية. أو الدالة اللي مثلا زي جا سين فردية، تعالى ناخد بالك كده من الملحوظات الفردية، مثلا سين أس مثلا رقم فردي، أي رقم فردي، وجا سين، وعندك كمان الظا سين، كل دي دوال فردية. طب الدوال الزوجية زي مين؟ لما تبقى سين أس رقم زوجي، أو عندي دالة المقياس أو الدالة التربيعية، تمام؟ أو دالة الجتا، يعني الدالة الجتا الزوجية من الرسمة بتاعتها، دالة الجتا تبقى عاملة كده، دالة زوجية، أنا متماثلة حول محور الصادات. يبقى الدوال الزوجية زي الجتا سين، والسين أس عدد الزوجي، والمقياس، والسين التربيع، تمام؟ وإحنا عندنا قاعدة شباب، لما بنيجي نقسم أو نضرب لو هما مختلفين بيطلع الناتج فردي، يعني بالنسبة بص كده فردي لما اقسمها على زوجي هي نفسها هيطلع، طبعا هيطلع فردي لانهم مختلفين. طب زوجي في فردي بطل تطلع دالة ايه؟ فردية. امال تبقى زوجية امتى؟ لو كانت دالتين من نفس النوع، يعني فردي في فردي او زوجي في زوجي. لكن لو مختلفين، ها لو مختلفين هيبقى فردي، حصل ضربهم او الناتج بتاع القسمة. يا شباب الدولتين لما يبقوا مختلفين الضرب او القسمه ليهم بيديك داله فرديه. طب هنا يا استاذ دي داله فرديه والمقام داله زوجيه، طب فرد على زوجي بتديني ايه يا شباب؟ احنا قلنا مختلفين يا استاذ يبقى هتديني فردي، صح؟ ركزوا معايا، يبقى طالما فردي على فرد على زوجي يديك فردي. طب تكامل الداله الفرديه حدودي من سالب واحد لواحد هيطلع بصفر، لان من سالب واحد لواحد دي من سالب واحد لصفر، ودي من صفر لواحد، فلما يتضافوا على بعض يديك صفر يعني، تمام؟ فهمناها؟ انما لو كانت دالة زوجية كنا بنعمل بقى ضعف التكامل، يعني اقول له ضعف حدود التكامل بس من صفر لواحد، يعني اقول سالب واحد لواحد هيبقى مثلا دالة زوجية عاملة كده، اهي الدالة الزوجية مرسومة كده مثلا، يبقى حدود التكامل المساحة هنا زي المساحة اللي هنا. فبدل ما اقول مثلا من سالب واحد لواحد بقوم قايل ضعف التكامل من صفر لواحد دالة سين دالة سين. ماشي كده؟ دي كانت المسألة رقم 13. يعني الإجابة بتاعتنا كام يا أستاذ؟ بصفر، عشان ما تتوهش معايا، ده صفر أهي، ركز معايا. دي دالة تانية اهو فردية على زوجية تديك فردية، تكاملها بإيه؟ بصفر على طول، تمام؟ لأن دي أس تلاتة فردي، ودي رقم زوجي، والجتا دالة زوجية. رسمة الدالة الزوجية بتبقى عاملة كده زي الموجة، عارفينها، اللي هي القيمة العظمى والقيمة الصغرى والكلام ده. الموجة بس طالعة من فوق لتحت، فتلاقيها متماثلة حول محور الصادات، تمام. السؤال اللي بعده رقم 14، بيقول لي التكامل من سالب اتنين لاتنين ألف سين تكعيب زائد ب سين زائد جيم سين دالت سين بيعتمد على إيه؟ رقم 14، التكامل اللي عند الشباب بيعتمد على إيه؟ يعني إحنا خد بالك لما تيجي تحل المسألة كلمة يعتمد على، يعني مين المجهول اللي عندك في المسألة؟ أنت الأول عارف إن حدود التكامل من سالب اتنين لاتنين أهيت، دي دالة زائد دي دالة فردية يا شباب، وإحنا قلنا من شوية إن دي دالة فردية التكامل بتاعها بصفر، تمام؟ والتكامل التاني من سالب اتنين لاتنين بقى سين برضو دالة فردية، التكامل بتاعها بإيه؟ بصفر. والتكامل اللي بعديه بقى جيم دالة سين من أول سالب اتنين لحد اتنين، أنت مش عارف الجيم، طبعا الجيم دي طبعا إيه؟ دالة إيه؟ التكامل بتاعها بيديك دالة زوجية، إن الجيم ده ثابت، فاهمين؟ فالتكامل الدالة العدد الثابت يعني مثلا زي خمسة، يبقى خمسة سين، ماشي؟ يبقى كده. فيعتمد على مين؟ على الثابت اللي عندي، ده اللي هيحدد لي ايه؟ الرسم. يبقى احنا هنعتمد على مين؟ على الثابت اللي عندنا، يبقى يعتمد على قيمة جيم، تمام؟ لأن ده الناتج بتاعه بصفر، ماليش دعوة بيه، ده بصفر، ده اللي ايه؟ ده اللي فردية، فاهمين يا شباب؟ يعني دي ما تيجي تقسمها ده اللي فردية كده، حلولها من أول سالب اتنين لحد اتنين، ده بيبقى بصفر، التكامل بتاعه بصفر. وده برضه دالة، دي دالة سين اهي يا شباب، ركزوا كده، ب س، دي ب س، دي دالة خط مستقيم اهي، تكامل ب
في سين، ب في سين كده، فحدودك من سالب 2 لحد 2 برضه هتبقى بصفر، لكن دي هنعتمد عليه، هنعتمد على الدالة اللي عندنا دي من أول دالة إيه اللي هي العدد الثابت اللي عندي ج دالة س، تمام؟ لأن دي الدالة لما تيجي تكاملها هتبقى تحول إيه، تبقى باء س، تمام؟ دي كانت باء س أصلا، أه باء س دالة س، تمام؟ فهي دي تحول دالة تربيعية يعني، أو تحول اللي هي دي زي ما تيجي تكامل زود على أس واحد وتقسم على أس جديد، تبقى باء س تربيع على إيه؟ على 2، ماشي؟ فحدود التكامل بتاعتك هتبقى من سالب 2 لحد إيه؟ 2. لما تيجي تعوض بالقيمة اللي فوق ناقص القيمة اللي تحت هيديك ناتج بصفر، لأن التربيع كده كده هياكل إشارة. عوض كده معايا عشان تتأكد برضه، هيبقى ب هيت س تربيع على الاتنين. حدود التكامل قلنا من سالب 2 لإيه الاتنين، لما نعوض كده هتبقى 4 على الاتنين فالاتنين يعني 2 ب، ناقص عوض كده 4 على الاتنين فالاتنين 2 ب، فيطلع ناتج بإيه؟ بصفر. لما تيجي تكملها هيطلع ناتج بصفر، ودي برضه لما تيجي تكملها هيطلع ناتج بصفر، تمام؟ أو تبقى عارف إن التكامل بتاعي يبقى بصفر، لكن هنعتمد على مين؟ على ج دي، تمام؟ سواء بقى هي زوجية لازم ايه، لان حدودك من سالب 2 ل 2، هنا ج مثلا اي عدد ثابت مثلا 5 س، اهي كملناها بتاعت 5 س، وحدود التكامل من سالب 2 لايه ل 2، فنعوض من فوق لتحت، يبقى تقول 2 في 5 بقى 10 ناقص سالب 10، فيديك ايه 20، اه يبقى لها قيمة. يبقى احنا هنعتمد على مين؟ على ج، مش هعتمد عليه لان دول متلاشي، يبقى التكامل قدامي بيعتمد في الناتج بتاعه او رسمته على مين؟ على ج، لان ده قيمته هتبقى بصفر وده قيمته بصفر، لكن ده هيبقى ليه الناتج معانا، تمام؟ لان دي داله هتبقى التكامل بتاعها هيتحول اهوت زي اي مساله ثابت، تثبتها بنفسك هيطلع لك الناتج ليه قيمه يعني، ماشي؟ احنا بنعتمد على مين؟ على الجيم اللي عندنا. وبعدين لو ركزنا اكتر يا شباب، دي داله ايه؟ داله فرديه، دي اصلا داله فرديه، لو حبيناها نجيبها نجيب المساحه اسفل المنحنى، نقول لي من سالب 2 ل 2 نجيب المساحه اللي هنا والمساحه اللي هنا، تلاحظ ان الرسمه يا اما ايه فوق يا اما تحت اهي، فانا ما اعرفش قيمتها بكام، لو جت تحت برضه اقوم جايب المساحه اللي هنا زائد المساحه اللي هنا جمع مع بعض، يعني هتديك قيمه عدديه، فاهمين؟ لكن دي داله تكعبيه التكامل بتاعها بصفر، ودي داله خطيه اللي عندك التكامل بتاعها يبقى بصفر اهو، داله خطيه الخط بيقسمها، فالمساحه اللي تحت واللي فوق الاثنين هيلاشوا بعض، يعني دي سالب ودي موجب، لكن دي الاثنين هيبقى يا اما الاثنين موجب يا اما الاثنين هيبقوا سالب، يا اما بقى لو كان ايه بينطبق على الخط هنا ليه قيمه، لو جه على ايه على الخط المستقيم اللي عندك ده يبقى بصفر بس، يعني الموضوع كده ايه، اتمنى تكونوا فهمتوه يعني. رقم 14، فخلاصة الكلام الناتج بتاعنا هيعتمد على ايه؟ على جيم، على قيمة جيم يا شباب. يبقى انا اقول لك في السؤال قيمة ايه اعتمد عليه، تشوف مين اللي هيفضل معاك في المسألة، يعني ديت هتبقى بصفر، ودي بصفر، ودي هتبقى معاك. لو في الامتحان مش عارف احلها، يعني اعملها مسألة وحلها وشوف الناتج يعني هيعتمد على مين، هل الأول هتلاقي الأول ده بصفر والتاني بصفر، أيا كان بقى لو قعدت بقى بأرقام يعني، لأن هو قال لك تكامل محدود من سالب 2 ل 2، أنا بتكلم في تكامل محدود يا شباب. طيب السؤال اللي بعده رقم 15، قول إذا كان التكامل من سالب 2 ل 2 دالة س دالة س بيساوي صفر، فإن دالة س يمكن أن تكون نقطة. هو قال لي هنا في رقم 15 التكامل كان من سالب 2 ل 2 دالة س بيساوي صفر، يعني أنت الدالة دي معناها إن هي دالة فردية، يبقى الدالة التكامل المحدود من سالب 2 ل 2 أو من سالب أ ل أ دالة س بيساوي صفر، يبقى دالة فردية. طب مين في الاختيار الداله الفرديه؟ اول واحده داله تربيعيه اللي هي س تربيع مش هتنفع. طب الداله اللي بعدها بس، اه دي داله فرديه س اس واحد، يبقى س اس واحد ده الحل بتاعنا الصح. طب س زائد واحد ما تنفعش ليه؟ فاكرين يا شباب ما كنا بنيجي نرسم الداله، يعني هنا س اهي دي س، الداله الفرديه لازم تكون متماثله حوالين الاصل، لكن انت عندك س زائد واحد مش هتبقى متماثله حوالين الاصل، عوض كده بأي نقطة مثلا صفر وصفر مثلا، عوض بصفر يديلك واحد، صفر وواحد اهو، فمش هتكون متماثلة على نقطة الأصل، فاهمين؟ والدالة اللي بعدها اللي هي س ناقص واحد برضه مش هتنفع، مش هتكون متماثلة على نقطة الأصل، يبقى أنا عايز دالة فردية اه اللي هي السين، بس يبقى الإجابة بتاعتنا خلاص فهمنا يا شباب. يبقى تالي دي أنا نربطها مع المسألة اللي فاتت، دي كانت دالة فردية تحملها بصفر أهو، ودي دي كانت دالة برضه فردية اللي هي باء س دالة فردية تكملها بصفر، ودالة الثابت اللي عندي دي كانت دالة إيه؟ دالة زوجية، لانها تبقى متماثله حول ايه؟ محور الصداد، زوجيه عشان متماثله حول محور الصداد، لكن عشان تبقى فرديه لازم تبقى متماثله حول نقطه الاصل. دي اساسيات يا شباب عشان اللي ناسينها بفكركم اهو بيها. فهنا خلصت الكلام في السؤال رقم 15، الاجابه بتاعتنا تبقى ايه؟ س. هناخد الاجابه باء، نعلم على باء في السؤال رقم 15. تعال بقى للسؤال رقم 16، د على د س للتكامل من 2 ل 3 س تربيع جذر التربيعي
س تربيع د س. احنا يا شباب خدنا قبل كده مسألة زيها بس ما كانتش في الدرس بقى اللي قبليه، ما كانتش من 2 ل 3. لو كان تفاضل وبعديه تكامل يبقى يديك ايه؟ مفيش ثابت موجود يعني، ده مسألة بتكلم على حاجة افكركم بيها بس. لو الاتنين وتلاتة دول مش موجودين كده، والتكامل اللي عندك كنت ايه الناتج اللي يطلع التكامل بيشيل ايه؟ بيشيل بنجيب تكامل بعدين فاضل، فالتكامل هتجيب ثابت، الثابت هيديك صفر، هترجع مسألة اصلها بس ميبقاش في ثابت يعني. لكن لو العكس متبدلين، التكامل بيجي الاول وبعدين التفاضل، لازم يظهر لك ثابت يعني، ده بيلاشي ده بس يديك ثابت. لو هو بدأ حاطط لك بره كده تكامل وبعدين ايه دال على دال س كده الدال، فالتكامل هيشيل التفاضل. تمام، التكامل هيشيل التفاضل ويظهر لك ثابت بقى، ترجع المسألة زي ما هي ويديك ثابت. لكن لو جاي لك تفاضل وبعدين تكامل هيديك المسألة زي ما هي، لو الدالات مش موجودة ما تهوش معايا، دي لو مش موجودة يعني التكامل، وقال لك هات لي والله تفاضل وبعدين تكامل، تعمل ايه؟ هتاخد نفس الدالة اللي ده هيشيل ده هيلاشيه، انت هتكامل وبعدين تفاضل، فترجع مسألة أصلها بس ميبقاش في ايه؟ ميبقاش في ثابت، متبقاش ثابت. لكن لو حطيت لك تكامل الأول وبعدين تفاضل جوه يبقى انت هتعمل ايه؟ هترجع مسألة أصلها بس تكتب ثابت لأنه انتهى بالتكامل، والتكامل بيديك ثابت بعد كده. خلاص أنا بتكلم على حاجة ايه عشان في الاختيارات لو جات لك تبقى فاهم هتعمل ايه، بالنسبة لو ما كانش تكامل محدود، بالنسبة للتكامل اللي هو الغير محدود ده اللي قبليه أنا شرحه بالتفصيل يعني. طيب المسألة بتاعتنا، طب يا شباب هو هنا في المسألة عمل لي تكامل 2 3، يعني انت لما تجيب التكامل وتحله وتتعب في المسألة هيديك عدد ايا كان بقى، ايا كان الناتج يطلع هتجيب المشتقة بتاعت العدد ده، مشتقة العدد بايه يا استاذ؟ بصفر، مشتقة الثابت بصفر. فهمنا؟ عشان ما تتعبش نفسك في الامتحان وتقعد تحل المسألة وتطلع الناتج، لا تبقى فاهم، عايز افهم دي تلقط على طول، اهي دي دالة، هتيجي تجيب التكامل بتاعها هيديك عدد، طب مشتقته بصفر، خلصت المسألة يبقى الإجابة بتاعتك بقى في خطوة واحدة. تمام؟ ال17، يلا يا أبطال، ها معايا كده؟ المرة دي بيقول لي تكامل من صفر اتنين، هنا شباب في دالة مقياس موجودة، طب بص معايا كده في رقم 17، طالما هي دالة مقياس يعني أنت هتقوم عامل الطريقة اللي أقول لك عليها دي، بص ركز معايا، صفر اتنين اهيت، بيقول لك اتنين ناقص مقياس س دالة س، والله بتقوم عامل خط أعداد كده. تمام؟ وتجيب الأصفار للسين دي، السين دي أصفارها بإيه؟ بصفر أهو، أصفار المقياس. تيجي على اليمين تاخدها بالموجب، تيجي على الشمال تاخدها بالسالب، طبعا أنا موجب في سالب بسالب، وهنا سالب في سالب بإيه؟ بموجب أهو. أنت عايز بقى تجيب حلول التكامل منين؟ من صفر لاتنين، يعني الجزء اللي أكبر من هنا من ده، فوالله هتقوم شايل ده كله وتقوم واخد قايل له من صفر لاتنين واتنين ناقص س بس، وتكمل عادي بقى. شباب يبقى دالة المقياس بقيت عارفها، وتشوف هو طالب منين لفين، ماشي؟ يبقى 2 ناقص س، تعال بقى جيب التكامل من 0 ل 2، وهنا حدودك اهي تعوض يعني كامل عادي بقى، يبقى مكامل التكامل 2 ب 2 س، وتكامل الس س تربيع على 2، زود عوض ب 2 وبعدين تروح لصفر، 2 في 2 ب 4 ناقص 2 تربيع ب 4، 4 ل 2 في 2 يبقى 4 ناقص 2 ب 2، لان من عوض بصفر هيطلع بصفر، فيطلع الناتج ب 2 يعني بصفر يعني، يبقى الناتج بصفر، وهنا 2 ناقص صفر يطلع ب 2، اظن انتوا فاهمين يعني، بنعوض اللي فوق ناقص اللي تحت، يطلع الناتج بكام؟ ب 2، يبقى هنا 2 في 2 ب 4، وهنا 4 ل 2 في 2 يبقى 4 ناقص 2 ب 2، يبقى الإجابة بتاعتنا 2 للسؤال رقم 17، هناخد باء الإجابة رقم باء. رقم 18 يا شباب عايز أجيب التكامل بالنسبة لدالة س وحدود من سالب 8 ل 8، لاحظ إن هنا دالة زوجية، في دالة مقياس هي دالة زوجية، طب الدالة الزوجية دي ممكن أنا أستفيد من قاعدة إن أنا أقول له ضعف التكامل من 0 ل 8، وهنا الدالة بتاعتي تبقى 1 على الجذر التربيعي للمقياس، ده نعملها ازاي؟ احنا هنقوم قايلين الاول ده قص نص، 1 مقياس س قص نص، نحولها لدالة قصية. طيب المقياس اللي عندنا احنا عايزين يا استاذ الجزء الموجب، يعني ناخد السين الموجب زي ما احنا قلنا، بنيجي نعيد تعريفها تاني كده، نقول والله هنا من صفر لحد 8 واحنا عايزين الجزء ده، لان اخد السين يعني بالموجب، لان اصفارها مره باخد هنا س ومره هنا سالب س، فانا عايز الجزء ده، فالسين هتبقى بالموجب، فيبقى والله التكامل بتاعي اقول له 2 اهي في حدود التكامل من 0 ل 8، 1 زائد س اس نص، منتهى السهوله بس مفيش اكتر من كده، تعرف بس القاعده دي ان هي داله زوجيه وتشتغل عادي. تمام، ليه؟ لان داله مقاس عندك. تمام كده يا شباب، تعالوا بقى نجيب التكامل بتاعنا من 0 ل 8 للداله بتاعتنا، والله احنا هنزود يا استاذ على الاس 1 ونقيس على الاس جديد زي ما اشتغلنا قبل كده في الدرس اللي قبليه اهو، هنا دي كانت سالب اس سالب نص يا ولاد لانها طلعت فوق المقام، ركز معايا كده، ده اس نص يطلع فوق بسالب نص، هنزود على الاس 1 ونقسم على الاس الجديد فتبقى نص، لان 1 ناقص نص بنص،
تمام؟ يبقى هنا 2، هنعوض مرة، ها عوض كده، احنا هنعوض مرة بكام يا أستاذ؟ طب ما تيجي نرجعها الجذر وخلاص، يعني أنت عندك حلول التكامل أهو من 0 ل 8 عشان ما نعملش أس ونص، رجعها الجذر كده، 1 زائد س أهو من 0 ل 8، تمام عشان تبقى سهلة يعني معانا، خلاص يبقى هنعوض مرة 8، 8 1 9، جذر 9 ب 3، والناقص اللي تحت جذر 3، 1 زائد 0 بإيه ب 1، فيطلع الناتج 2 في 3 ناقص 1 ب 2، يبقى 2 في 2 بإيه؟ ب 4، يبقى إجابة رقم 18 هتطلع بإيه؟ الإجابة تعالوا نشوف كده يا أولاد رقم د معانا في الاختيارات، تطلع معانا شريط 8، خد بالك احنا هنا هنزود على الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، ماشي؟ يبقى لما نيجي نقسم على الأس الجديد ونص مقام المقام بسط، يبقى 2 في 2 ب 4، و4 في الناتج اللي هنا ب 2، يبقى 4 في 2 ب 8، فهمنا يا شباب؟ أقولها تاني، تكامل من سالب 8 ل 8، هنعمل ايه؟ ده تكامل دالة زوجية، يبقى 2 من 0 ل 8، 1 زائد مقياس س لكل أس سالب نص، ها بعد كده زودنا الأس 1 بقت ايه؟ بقت نص، زودنا الأس 1 بقت نص، تمام؟ وبعدين نقسم على الأس الجديد، أهي يعني دي المسألة أهي، وريت التكامل تحت، زود الأس 1 تبقى هنا نص، ونقسم على الأس الجديد يبقى 1 على نص اللي هي كام؟ مقام المقام بسط، يبقى هي 2، يعني 2 على 1. فاهمين؟ لما اقسم على نص تطلع فوق بايه؟ ب 2، يبقى 2 على 1، 2 في 2 ب 4، يبقى 4 في 2 يديك ايه؟ 8، الناتج بتاعنا 8 يا شباب، خلاص؟ فهمناها؟ رقم 18 الإجابة بتاعتنا تبقى د، ناخد 8. شوف رقم 19، عند التكامل من سالب باي لباي، 4 زائد باي في جتا 2 س، خد بالك الأربعة زائد طبعا زوجية، وعندك الجتا 2 س دي دالة زوجية، يبقى التكامل ممكن تقول حدوده من صفر لباي وتاخد 2 بره، ماشي يا شباب؟ طبعا هي دالة زوجية، خلاص بقى يلا اشتغل عادي، حط 2 وهنا من صفر لباي وعوض بقى، ها تكامل يعني عادي وتحلها. رقم 19، انت عندك 4 زائد باي جتا 2 س دالة س، يلا يا أبطال سيب الاتنين زي ما هي، تعال نكمل كده يا شباب، تكامل الأربعة بأربعة س، الباي دي ثابتة متلخبطش نفسك، تكامل الجتا ترجع لأصلها بجا، خد بالك بقى على مشتقة عشان ما ننساش، فوق كنا نسينا على اتنين هنا ما ننساش، يبقى انت على مشتقة اللي هي الاتنين، ما تنساش معايا، ركز معايا، اكتب ورقة وقلم عشان ايه ما تلخبطوش، ورقة وقلم يا شباب، وانت ايه هتلاقي الأمور سهلة معاك، اكتب معايا كده وذاكر، ها يبقى انت عملت اتنين اهوت حلول التكامل، وهنا كانت 4 س زائد دي ثابتة، الجتا تكاملها ترجع لأصلها جاية 2 س وتقسم على 2، كده تمام، عوض مرة بباي وعوض مرة بصفر، عايز تعملها بالآلة عادي مفيش مشكلة، عوض كده تبقى 4 باي أهي زائد باي على 2 في جا 2 باي، جا 2 باي اللي هي جا 360 يعني، طب 360 من دالة الوحدة هنا بيكون إحداثيها 1 وصفر، شايفين؟ فالجا بتاخد التانية يبقى دي بصفر، يعني الناتج ده كله بصفر، تمام كده؟ يبقى انت عوضت باللي فوق، لسه هنعوض باللي تحت، ناقص عوض باللي تحت اللي هو 4 س، يبقى 4 في صفر بايه؟ بصفر، خلاص حط مكان السين بصفر يعني، وزائد هنا باي على الاتنين جا صفر، جا صفر اهي يا استاذ برضه بايه؟ بصفر، برضه بصفر، فيطلع عندك الناتج 2 في صفر بايه؟ بصفر، فالتكامل بتاعنا تعالوا كده هيتبقى هنا يا شباب، هنا بصفر ليه؟ بصفر، ودي بصفر زائد 4 باي، يعني 2 في 4 باي يساوي 8 باي، معايا كده يا شباب؟ رقم 19 الناتج بتاعنا هيبقى ايه؟ 8 باي، ناخد د يعني، رقم 20 تكامل من صفر لباي على 2، صفر ل 90، دي برضه دالة زوجية، هي دالة زوجية وحدود تكامل عندنا من صفر لباي على 2، عادي بقى نكمل عادي يعني يا شباب، الكلام ده لو كانت من سالب باي على 2 لباي على 2 كنا نقول ضعف التكامل، لكن هنا التكامل من صفر لايه؟ لباي على 2، ماشي؟ عندك اهو 2 في ج باي مضروبة في عين دالة عين. كامل عادي بقى ازاي؟ انت عندك هنا العين ما تقلقش في حاجه، لان يعني ده ايه بالنسبه تقايم بالنسبه للعين يعني مش س، فتعمل والله حدود التكامل بتاعتك من صفر لباي على 2 اه
تكامل الجهة، طبعا الاتنين ثابتة اهي ماشي، تكامل الجهة ترجع تبقى ايه سالب جذر على مشتقة، على مشتقة الزاوية اللي عندنا تبقى على باي. سيب اتنين على باي بره كده، عوض باللي فوق ناقص اللي تحت، يعني تبقى سالب جتا باي في باي على اتنين. احنا بنعوض يا ولاد مكان الايه، مكان العين بباي على اتنين، فاهمين؟ وبعدين هنعوض بصفر. ماشي، مش هنقلها تاني يا ولاد، انا نقلت الحدود غلط بتاعتي، حدودنا كانت من صفر لايه لواحد رقم 20، نقلت الحدود بتاعت المسألة بعدها. ماشي، اقولها تاني اهو عشان ما تلخبطوش. خلاص ده مش مظبوط، حدود التكامل هي صح، التكامل صح، بس حدودك ايه هتظبطه من صفر لواحد بقى، يعني من صفر لواحد هتعوض مرة بواحد. خلاص صلحها هنا خلاص، ماشي نصلح، عوض مرة بواحد هي بقى اللي تبقى اه واحد في باي بباي. خلاص صلحتها معاكم، لان الحدود من صفر لواحد. تمام، حاولوا بقى تركزوا معايا، حدودي من صفر لواحد في المسألة 20، فهعوض مرة بواحد ومرة بصفر، تبقى سالب جتا صفر، يطلع الناتج اتنين على باي اهو. جتا 180، انت عندك دايرة الوحدة اهيت، هنا 180 بيكون احداثيها سالب واحد وصفر، يبقى جتا 180 بسالب واحد، سالب في سالب بموجب اهي. وهنا سالب جتا صفر، جتا صفر الصفر هي احداثيها واحد وصفر، جتا صفر بتبقى بواحد، يبقى هنا ناقص ناقص واحد، سالب في سالب بايه بموجب كده. الامور تمام يا شباب، نوضحها تاني. عندك اتنين على باي اهي ثابته، ماشي كده تمام. هنا سالب واحد جتا 180 بسالب ايه، سالب واحد، في سالب معانا هنا يا شباب، شايفين السالب اللي معانا ديت، محدش يطلع تبقى تاني سالب جتا باي عين. لا كده مظبوط يا شباب، تمام ركز معايا. يبقى احنا عوضنا بواحد، يعني سالب جتا باي، انا هحلها تاني عشان الشخبطه بس دي، تمام بعد ما نخلص. المهم تبقى دي بسالب واحد، سالب في سالب بموجب كده، فيبقى طلع ناتج الناتج 4 على ايه، على باي، يبقى اجابه 20 على باي اللي رقم ج. هحلها تاني معاكم يا شباب، رقم 20 التكامل كان حدوده من صفر لباي، 2 ج باي عين دالت عين اهو. هنكمل من صفر لواحد، هنا الاتنين ثابتة نطلعها بره، تكامل الجهة بسالب جتا باي عين ونقسم على ايه، على باي، يبقى بيساوي اتنين على باي، هنعوض مرة بواحد ومرة بصفر، والله تبقى سالب جتا، عوض كده بواحد يبقى جتا باي، ناقص عوض بصفر ناقص في ناقص بايه، زائد، هي انت بتقول لي فوق ناقص اللي تحت، نقعد فوق بواحد اهو، ناقص اللي تحت يبقى زائد اهو، جتا صفر، اتنين على باي، جتا 180 بسالب واحد، ماشي، سالب في سالب بموجب واحد، جتا صفر بواحد، يبقى اتنين في اتنين باربعة، يعني اربعة على ايه؟ على باي، يبقى التكامل بتاعنا هيطلع اربعة على باي اللي هي رقم ج. تعالوا بقى المسألة 21. التكامل بتاعي من صفر لباي على اتنين جتا تربيع دالة سي، ماشي. طبعا انا ما ينفعش اكمل بالنسبة للجا وجتا اس، يعني ما ينفعش، ما ينفعش اقول زود اس واحد بس او اس اتنين، ده غلط، ده غلط كبير جدا يا شباب. تمام، هنا نعمل ايه، هنعوض مكان الجتا تربيع تلات، جتا تربيع ايه، تلاتة سين، دي سي بقى جتا تربيع سين، انت خدت قانون اللي هو نص زائد نص جتا اتنين سين، ولو كان لك جالك في المسألة جتا تربيع سين هتقول له نص ناقص نص جتا اتنين سين. طبعا انا قلتها في الدرس اللي فات، هكتب لكم قاعدتين مهمين جدا جدا جدا، عشان كتير مبقاش فاهم يقوم قايل لك هزود على اس واحد بس انا اس جديد ده نفسه في الامتحان. لا، اول ما جالك جتا تربيع دي حط مكانها نص زائد نص جتا اتنين سين، واشتغل بقى تكاملات اهي، كتير ما يعرفش النقطه دي يا اولاد. وهنا جتا تربيع سين لما تجيلك قول له نص ناقص نص جتا اتنين سين بس،
مفتاح اول حل للمساله اهو، ما يجي لك دي اكتب دي، وما يجي لك دي اكتب، وكمل عادي واشتغل بقى. لكن ما تقولوش ازود على اس واقسم على اس واحد، ده مصيبه، دي حاجه صعبه جدا. ماشي، لا ما ينفعش. صفر بقى على اتنين، هنا اشيل الجتا تربيع واكتب مكانها نص، زائد نص جتا اتنين س دالت س. يلا يا شباب، هنا التكامل اهو من صفر لباي على اتنين اهو. هنكمل عادي بقى، تكامل النص ونص س. طيب هنا يا استاذ الجتا ترجع لجاي، يبقى زي ركز معايا كده، زائد اهو نص كده، النص ثابت، ترجع جاي اتنين س. ما تنساش بقى تقسم على الاتنين، فالطرف في اتنين دي تبقى باربعة، خلاص. وحدودك من صفر لباي على اتنين، عوض بقى هنا مرة هنعوض باي على اتنين، ومرة هنعوض بزيرو، خلاص. باي على اتنين نعوض هنا، يبقى نص باي على اتنين بباي على اربعة، زائد ربع جاي اتنين باي على اتنين، ناقص عوض بزيرو دي بصفر، عوض هنا زائد ربع جاي اتنين في صفر. جاي صفر من ايه؟ دايرة الوحدة اهي، احلسيها واحد وصفر، الجاية بتاخد التانية والجاية بتاخد الأولى، فدي تبقى بصفر، يعني ده كله بصفر يا أستاذ. تعالى نكمل، ها الباي على أربعة زائد ربع جا اتنين تروح مع اتنين، اللي هي جا 180، جا 180 في 180 اهي، اللي هي سالب واحد وصفر، يعني جا بصفر دي بصفر، يطلع الناتج بكام؟ بباي على أربعة. موجودة برضه رقم ايه؟ جيم. المسألة اللي قبلها 20 احنا قلنا ايه؟ هي كانت واي على أربعة برضه، مش جيم بقى تبقى دال، ركز كده. ولا كانت ايه؟ تعالوا كده نراجع المسألة اللي فاتت، عملناها صح اللي فاتت رقم 20. رقم 20 بتاعي صح، 4 على باي، مظبوط. لا اهي 4 على باي اللي هي رقم 20، صح. رقم ج، عشان بس ايه واحنا بنختار، اهم حاجة يا شباب تختار صح، يعني ممكن نحلها ونتعب فيها وتيجي تختار غلط، لا ركز وانت بتختار. يبقى 20 اللي هي 4 على باي ج. طب والمسألة اللي بعدها اللي هي 21 اللي احنا حليناها، هتطلع ايه؟ باي على 4 اللي هي الإجابة ج. اتمنى تكونوا فهمتوا يا شباب الكام مسألة اللي بنقولها دي، تمام؟ نكمل معاكم ان شاء الله على قد ما اقدر. رقم 21 خلاص، رقم 22 التكامل باي على 6، وهنا باي على 2، جتا س على جتا تربيع س دالت س. طيب انت عندك حدود تكامل، يعني انت هتشتغل بقى هي دالة في مشتقتها، يعني هنحاول نطلع دي فوق ونخليها دالة في مشتقتها. ركز معايا كده، هنا من باي لستة، وهنا من باي على اتنين، باي على ستة اللي هي 30، وهنا 90، وهنا هتقول له والله ده اطلع الدالة دي فوق، تبقى جا أس سالب اتنين س، يبقى دالة اهيت في المشتقة. هنشوف كده دالة في مشتقتها ولا لأ. فعلا دالة الجا مشتقتها جت، يبقى دي دالة في مشتقتها. خدنا قبل كده يا ولاد لما نلاقي دالة في مشتقتها بنحذف المشتقة ونزود واحد على الأس ونقسم على الأس الجديد، فاكرين القاعدة دي؟ نفذ اللي شرحتها في الدرس اللي فات. يبقى انا عندي اهو التكامل، قول والله باي على ستة لباي على اتنين، هنا الدالة دي ازود على الأس واحد تبقى سالب واحد، واقسم على الأس الجديد اهو، يبقى جاي أس سالب واحد على سالب واحد، وحدودي من باي على اتنين، باي على ستة لباي على ايه؟ على اتنين، تمام؟ يبقى انت عندك ايه؟ السالب عوض بباي على اتنين. يعني دي معناها ايه؟ دي ممكن ننزلها تحت في المقام عشان ما يتلخبطش، يعني يبقى واحد على جا س باي على اتنين، وهنا باي على ستة، يبقى الناتج سالب اهو، سيبها بره خالص، يبقى واحد على ناقص واحد على مرة نعوض ب90، يبقى جا 90 من دالة الوحدة، دالة الوحدة اهي. تمام، احب دايما يا ولاد دايره حلو، مش القلق بقى، يعني تبقى فاهم، عشان ممكن يجي لك مثلا في مساله تلاقي واحد على صفر، تلاقي مثلا ايرور وكده، فتبقى فاهم بتعمل ايه. انت عندك اهو 2 0 1 اهي، فجا 90 الجا بتاخد الايه؟ الثانيه اللي هي الواحد، يعني واحد. طب يا استاذ اللي بعدها، ها باي على 6 جا 30، جا 30 بنص مقام، المقام بسط، يبقى سالب واحد هنا سالب بره واحد هنا، اتنين يعني سالب واحد في سالب واحد يديك ايه؟ واحد. يبقى الناتج بتاعنا كام يا شباب؟ واحد. سؤال 22 الناتج بتاعنا واحد، الإجابة ب. متنساش نعلم في الامتحان كده ونلون على ب، يعني وانت بتحل اعمل بالرصاص، وفي الآخر بقى خالص ابقى امسح الرصاص ده وظهر عليه بالجاف، عشان ممكن انت مثلا طلع معاك واحد جيت تراجع تلاقيها مثلا سالب واحد،
في مسألة يعني بصفة عامة، حاجة مثلا زي دي، انت تسرعت 3 بقى على 4، اخترت 4 على 4، وارد. فاعمل برصاص وفي الاخر راجع على الحلول بتاعتك وربنا يوفقك ان شاء الله. طيب السؤال 22 اهو، خلاص قلنا رقم ب. السؤال رقم 23 هنا بيقول لي في المسألة هات لي التكامل من صفر لواحد، تكامل برضو محدود س في هاء أس س تربيع. دالة س تكامل س في هاء أس س تربيع، عدد النيبيري أو العدد اللي هو الهاء ده. يا لما كنا بنيجي نشتق دي الهاء أس س تربيع، بنسيب الدالة زي ما هي في مشتقة الأس. طب ما انت عندك هو نفس الفكرة، بس دي ناقصة حاجة، يعني انت ناقصة اتنين. اهو بص كده، انا لو زودت هنا اتنين وقسمت على اتنين هيحصل حاجة؟ لا، لان يعني انت اصلا لما تيجي تشتق الهاء اس تربيع بتقول له الدالة نفسها في مشتقتها، فالدالة اهي شايفينها هاء اس تربيع مشتقتها اهي، فدي ترجع لاصلها اللي هي هاء س تربيع، يبقى هاء س تربيع. متنساش النص بتاعك بره، وحدودك كانت من صفر لواحد، يبقى نص عوض بقى بواحد، تبقى هاء عوض بصفر، فيطلع ناتج نص في هاء ناقص واحد، اللي هي الإجابة ب، يعني هاء ناقص واحد على اتنين. ده السؤال 23. السؤال اللي بعده 24، تكامل من صفر لباي على 6 ل 30 ج أس 4 س دالة س زائد كامل باي على 6 لحد صفر ي أس 4 س دالة س. طيب دي هنعملها ازاي يا شباب المسألة دي؟ هنا من صفر باي على 6 وهنا من باي على 6، ودي أس 4، يعني ما عنديش قاعدة، يبقى متاهة. فكر كده معايا، احنا ممكن ناخد التكامل على مشترك، بس لما يبقى شكله، يعني يبقى شكله ازاي؟ ممكن مثلا ان احنا نقلب دي، ناخد السالب كده ونقوم قايلين من باي على 6 لحد الصفر يا اس 4 س دالة س، ونقول هنا زائد التكامل من باي على 6 لحد صفر جتا اس 4 س دالة س، صح كده؟ تمام. ممكن ناخد التكامل بقى بره كده ونرجعها لاصلها، ترجع مسألتها، هي تكامل متوزع، فانت عايز ترجعه بس لما يبقى المفتاح زي المفتاح، التكامل زي التكامل. يا باي على 6 صفر، جاي هنا سالب جا أس 4 س، وهنا جتا، يعني تقول جتا أس 4 س ناقص جا أس 4 س دالة س. تمام؟ ها فكرتك بحاجة دي؟ فرق مربعين صح؟ أيوه، يبقى باي على 6 لحد صفر الحالة فرق مربعين، جتا تربيع س ناقص جا تربيع س في جتا تربيع س زائد جا تربيع س دالة س. كل ده بواحد. اوكي دي بواحد يا ولاد، فيبقى الريزلت عندك من باي على 6 لحد صفر جتا تربيع س ناقص جتا تربيع س. دي بقانون ضعف الزاوية يا شباب، اللي هي جتا 2 س دالة س. خلاص فاضل بقى التكامل، وحدودي من باي على 6 لحد صفر، تكامل الجتا ترجع لأصلها جا، بس ما تنساش تقسم على مشتقات الدالة. عوض كده، جا صفر، جا صفر بكام؟ دالة الوحدة، دالة الوحدة عندنا اهي، ادي هساوي واحد وصفر، جا صفر بواحد، يبقى واحد في ايه؟ نص بنص ناقص هنا جا هنا 30، خد بالك هتعوض ب 30 في 2 ب 60، جا 60 جذر 3 على 2، جذر 3 على 2 في الاتنين اللي هنا، جذر 3 على 2 في 2 تبقى جذر 3 على 4. يبقى انت عندك هتوحد المقامات مثلا وتطرح 4 على 2 في 2 يبقى 2 ناقص جذر 3. طب نراجع كده اخر خطوة تاني، هنا نص ج 2 س هنعوض بصفر، ج صفر، ج صفر بكام؟ قلنا ج صفر بكام يا شباب؟ ج صفر بصفر، فين دايرة الوحدة؟ هي التانية، ج صفر بصفر، دي بصفر، يبقى صفر. تمام، يبقى صفر. تمام كده، تاني يا شباب، يبقى هنعوض بصفر، ج صفر بصفر مش بواحد، اللي هي جتا صفر هي اللي بواحد، ج صفر بصفر ماشي، يبقى دي بصفر. عوض بقى دي، بس حط السالب الأول، هتبقى سالب جذر 3 على ايه؟ على 4. دي الإجابة بتاعت السؤال 24، اللي هي الإجابة ب، موجودة يا ولاد، اختار ب معايا، وتأكد بالآلة برضو بعد ما تخلص، يعني أنا عملت بإيدي أهو، أنت ممكن تعمل بالآلة، أقعد بصفر وشوف، يعني عشان الرقم ما يوقعناش في الآخر، يعني نتعب في المسألة وفي الآخر إشارة ضيعنا، لأ،
فيا ريت تاخدوا بالكم وتاكدوا، تاكدوا معايا كده بقى، امسك آلتك وايه بعد ما تخلص تاكد برضه وشوف النواتج وكده وتظبط مسألتك. تمام كده؟ ها يبقى جا صفر، هنعمل دايرة الوحدة اهي اللي هي ايه صفر، جا صفر بصفر، ناخد المسقط التاني يعني، لأن النقطة عندك واحد وصفر، دي جاتا ودي جاية، فلما أقول جا صفر هيبقى إيه؟ إيه بصفر، ماشي؟ وهنا نعوض بقى بجا 60 جذر 3 على 2 تتضرب في نص تبقى جذر 3 على 4، والإشارة سالبة، شايفينها؟ سالب إيه؟ جذر 3 على 4. تعالوا السؤال اللي بعده رقم 25. معايا يا شباب 25. 25 بيقول لي هات للتكامل حدود ومن هاء لهاء تربيع دالة س على س. دي معناها يا أستاذ دالة لوغاريتمية، تكامل الدالة لأن البسط مشتقة المقام، دالة لوغاريتمية خلاص، فيبقى حدودي من هاء لهاء تربيع لوغاريتم هاء من مقياس س، أو لوغاريتم مقياس س لأساس هاء، ماشي؟ عوض مرة بهاء تربيع ومرة بهاء وصفي مسألتك، تبقى لوغاريتم هاء تربيع لأساس هاء ناقص لوغاريتم هاء لأساس هاء، دي بواحد ودي الاتنين تقع هنا. طب ما انت عندك لوغاريتم هاء لهاء بواحد، يبقى اتنين ناقص واحد بإيه؟ واحد. يبقى إجابة السؤال 25 تطلع بواحد، 25 واحد يعني ناخد ألف، الجواب بتاعنا ألف، نظلل عليه كده. السؤال 26 عند التكامل من 2 لـ3، من 2 لـ3 س في س ناقص 3 كل أس 5 دالة س. طيب المسألة دي لها طريقتين للحل يا شباب، خد بالك الدالة دي مشتقتها مش موجودة، هتعمل ايه؟ يا اما هتستخدم التعويض، يا اما هتستخدم طريقة ان انت تخلي المسألة تتحول لجمع مقدارين او فرق مقدارين. ازاي؟ تيجي على الدالة الصغيرة دي تخليها شكل دي، ازاي؟ بص كده، والله الس ناقص واحد ناقص الس دي ممكن اطرح عليها ناقص منها 3 وازود عليها 3، ليه بنعمل كده؟ عشان نقدر نضرب فيها التانية، هيتحول لدالتين نقدر نكمل واحدة ونكمل الأولى ونكمل التانية يعني. يبقى من 2 لـ3 نضرب بقى يا أستاذ، يبقى س ناقص 3 كل أس هنا واحد ودي كانت 5، يبقى 1 و5 6 زائد 3، تقوم مضروبة في إيه؟ س ناقص 3 كل أس كام؟ كل أس 5 أهوت دالة س، وزع بقى حدود التكامل واشتغل عادي بقى، بسيطة خالص يعني. في طريقة تانية اللي هي التعويض يا شباب، بنيجي نديها عند برمز، هحلها لكم برضو بعد ما نخلص ده عشان تبقوا فاهمين أكتر يعني إن شاء الله. تمام، تعالى كده كامل كده، وزع التكامل بتاعك هنا حدوده من 2 لـ3، زود على أس واحد وقسم على الأس الجديد، وهنا وزع التكامل برضو، هنا سيب التلاتة معاك بره، زود على أس واحد وقسم على الأس الجديد اللي هو 6، وحدود التكامل بتاعتك كانت من كام لكام؟ من 2 لـ3. هنا هنعوض بتلاتة يبقى صفر، يطلع بصفر، نعوض باتنين، اتنين ناقص تلاتة بسالب واحد، أس 7 بسالب واحد، يبقى سالب واحد على 7 زائد تلاتة، أربعة تلاتة تبقى بصفر، نعوض باتنين، اتنين ناقص تلاتة بسالب واحد، أس 6 بواحد، يبقى واحد على إيه؟ على 6، ماشي كده يا شباب؟ يلا نكمل كده مع نص، هنوحد مكوناتنا 14 على 7 في 2، 14 على 2 في 7، 7 في سالب 1 بسالب 7، يبقى 2 ناقص 7 بسالب 5، تمام؟ يبقى الحل بتاعنا سالب 5 على 14، فهمنا؟ نعمل حل آخر كده يا شباب باستخدام طريقة إيه؟ التعويض، عند تكامل س في س ناقص 3 أس 5 دالة س، أقول له بوضع س ناقص 3 دي بتساوي عين، يبقى دالة س بتساوي دالة ايه؟ دالة عين، ماشي؟ عوض كده، يبقى انت عندك س اهيت، س بتساوي عين زائد 3، يبقى عين زائد 3، وهنا س ناقص 3، س ناقص 3 اللي هي عين كل أس 5، ودالة س تبقى دالة عين، يبقى عين أس 6 زائد 3 عين أس 5 دالة عين، زود على أس 1 بقى وقسم على أس جديد أهو. وحدود التكامل بتاعتك 2 لـ3 طلعت نفس المسألة، تعوض بقى على العين رجعها لأصلها كده، تبقى اهي س ناقص 3 أس 7 على 7 اهيت، وهنا 3 في س ناقص
قيمة السين بكام؟ تلاتة. هي العين هي دلوقتي سين ناقص تلاتة على ايه؟ على ستة، كل ستة. ها فهمنا كده؟ وتعوض وطلع نفس يعني الإشارة، بس تاخد بالك منها، تأكد معايا كده عشان ايه لو انا نسيت وهركز معاك كده. عوضنا هاي ولاد بتلاتة ناقص يعني فوق ناقص اللي تحت، تبقى هنا ايه موجب واحد أسهم، وهنا اللي فوق ناقص اللي تحت، وتشتغل عادي يطلع خمسة على ايه على 14، والإشارة سالبة. تمام، تاخد بالك من الإشارة كويس جدا، تأكد بالآلة، ممكن تحل بالآلة وتطلع الناتج بتاعك، يعني ممكن ما تعملها كلها كده على الآلة وتطلعها بالبرنامج، الحاسبة بتشتغل عادي يعني. فاهمين؟ الآلة بتتأكد طبعا، لازم تستخدم الحاجة، عارف المميزات دي طبعا يا أولاد، لازم تبقى عارف تستخدم الآلة إزاي عشان تنجزك في الامتحان. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده ل 26 أهي، تعالى نشوف السؤال اللي بعده يا شباب، 26، نشوف التمرين اللي بعده رقم 17، دالة مقياس برضو. دالة المقياس دي يا أولاد بنعيد تعريفها تاني. خلاص يا شباب، دالة مقياس يبقى هنعيد تعريفها. يلا يا شباب كده معايا، تكامل من 0 لـ6، مقياس 3 ناقص س دالة س. والله أنا هجيب أصفار دالة المقياس اللي عندي، هم قايل هنا الأصفار بـ3، أنا عايز أجيب التكامل من 0 لكام؟ لـ6. يبقى أنت بتيجي عند الأصفار دي وتيجي عند دالة المقياس، تاخدها على اليمين زي ما هي، على الشمال بالعكس، بتعكس الإشارة. طب هو عايز التكامل من هنا لهنا، يبقى انت هتجيب تكامل تجزأه، تقول له والله هجيب تكامل من 0 لـ3 لهنا، اللي هو سالب 3 زائد س دالة س، وبعدين اقوم واخد التكامل التاني من اول 3 لحد 6، 3 ناقص س دالة س. لازم تبقى فاهم الكلام ده بالنسبة لدالة المقياس، ماشي؟ بس فكرة بسيطة خالص يعني. هتكامل عادي بقى، هي تقول هنا من 0 لـ3 تبقى سالب 3 س زائد س تربيع على 2، وهنا التكامل من كام لكام؟ من 3 لـ6 تبقى 3 س ناقص س تربيع على ايه؟ على 2. ركز معايا، انا عاوز بالراحة كده عشان ما تلخبطش. يبقى هنا سالب 9 اهي، وهنا 9 على الـ2، صفر خلاص يروح. هنا نقول له 3 في 3، 3 في 6 18، ناقص 36 على الـ2 ف 18، ناقص عوض اللي تحت كده، في 3 بـ6 دي 3 يا ولاد، اقعد كده ب 3، 3 في 3 ب 9، ايوه كده، وبعدين اقعد ب 3، اقعد ب 3 على 3 في 3 ب 9، يبقى 9 على 2، ماشي؟ يبقى سالب 9 نكمل هنا، سالب 9 زائد 4.5 دي هتروح مع دي، يبقى هنا سالب بقى 9، سالب تضرب هنا وتضرب هنا، يبقى زائد 4.5، 9 هتروح مع سالب 9. شباب دي 9 ماشي، في السالب سالب 9، دي سالب في سالب بموجب، يبقى 4.5 و4.5 كام؟ ب 9. يبقى المسألة بتاعت 27 الناتج بتاعنا طلع 9، دي 1000. رجع معايا تاني كده، من مشتقاتها سالب 3 س، س تربيع على 2، 3 س ناقص س تربيع على 2، اقعد ب 3، بسالب 9 ناقص زائد 9 على 2 اهيت، وبعدين اقعد بصفر تروح، دي 18 ناقص 36 على الـ2 18، ماشي شباب؟ وهنا تاني كده 3 في 6 18 اهيت، وهنا 36 على الـ2 18، وهنا ناقص نفتح قوس 9 ناقص 9 على الـ2. دي راحت مع دي، هنا سالب 9 زائد 4.5، هنا السالب ده تتضرب في المقدار تبقى سالب 9، وهنا سالب سالب بموجب، تختصر يا ولاد دي سالب 9، ما تروحش مع سالب 9 بقى، تبقى سالب 18. دي سالب يا شباب مش موجب، سالب 4.5 و4.5 9، يبقى يطلع ناتج سالب ايه؟ 9. شفت إشارة وقعت لي المسألة، أكد تاني يعني أنت في الامتحان تبقى كده، أنا بحل معاك أهو بهدوء خالص عشان لو في حاجة في الإشارات، وأنت ممكن على الأقل تعمل بالآلة الحاسبة، يعني تأكد بالآلة الحاسبة برضه زي ما قلنا. فهمنا يا شباب؟ أنا هنعوض، ماشي يا جماعة، خلاص كده فهمنا، 3 وبعدين 0 وبعدين هنا 6، وبعدين نعوض بالـ3، حدودي من 3 لإيه لـ6 اهيت، ونطلع الناتج معانا في الآخر سالب 9. مش هيطلع 9، شوف إشارة ممكن توقع المسألة. يبقى أنت عندك دي سالب 9 اهيت مع سالب 9 بسالب 18، 4.5 و4.5 ب 9، يبقى سالب 9.
طيب السؤال اللي بعده رقم 28. تكامل من سالب كام يا أستاذ؟ لتلاتة، سالب تلاتة لتلاتة، دالة مقياس يعني دالة زوجية، ممكن نقول ضعف التكامل من صفر لتلاتة، دي دالة زوجية حدودها من سالب تلاتة لتلاتة مقياس س تربيع ناقص أربعة دالة س. طالما دالة زوجية أقول له التكامل، ضعف التكامل يعني من صفر لتلاتة مقياس س تربيع ناقص أربعة دالة س. المشكلة يا أولاد إن أنت عندك دي دالة إيه؟ دالة مقياس، لازم تعرفها. هتجيب الأصفار بتاعتك. المشكلة هنا برضه إن فيه أكتر من حل، يعني أنت في موجب وسالب اتنين، يعني أنت لما تيجي تاخد الجذر الأربعة يديك موجب أو سالب اتنين، هتقوم عامل هنا سالب اتنين لحد الاتنين. طب أنت حدودك عايزها منين لفين؟ عايزها من صفر لحد تلاتة، فاهمين؟ عايزين ده يا شباب. طب ما تيجي كده نجيب الإشارات الأول، بحث الإشارة. يعني يا أستاذ أنت هنا الأصفار كانت تبقى اتنين، بص كده نعملها كده تحت وبعدين نرجع المسألة تاني. كنا بنعملها زمان زمان ازاي؟ زمان هنا من سالب اتنين لاتنين، كنا بنقول نفس الدالة التربيعية وهي نفس وهنا عكس، صح؟ نفس الإشارة يعني هنا موجب موجب، وهنا عكس الإشارة سالب وهنا موجب. معنى كده إن بعد اتنين هتاخد اللي جوه المقياس ده زي ما هو بالموجب، يعني تبقى هنا س تربيع بقى من أول الاتنين بعد تقول س تربيع ناقص أربعة. من بين الفترة ده وده هتاخدها بسالب عكسها عكس دي، فتبقى سالب س تربيع زائد أربعة وهنا سالب س تربيع زائد أربعة. وبعدين تاخد هنا العكس، يعني انت نفس بقى تاخدها نفس، اه نفس ونفس اهو، ودي العكس نفسها هنا تبقى س تربيع ناقص أربعة. طيب انت في مسألتك عايز تجيب حلول التكامل من فين؟ من صفر لتلاتة، من هنا الجزء اهو. يعني انت والله هتقوم قايل انا هجيب التكامل من اول صفر لاتنين للدالة بتاعتي اللي هي سالب س تربيع زائد أربعة دالة س، وبعدين اخد التكامل بتاعي التاني من اتنين لتلاتة. وخد بالي يا أستاذ إن الاتنين ديت تتوزع على كله، يبقى من اتنين لتلاتة س تربيع ناقص أربعة دالة س. ممكن طالب يعملها كده، ممكن طالب ما يعملش الاتنين ده خالص وياخد التلات اللواتب كلها، ياخد الفترة دي. هو عايز من كام لكام في المسألة؟ كان عايز من سالب تلاتة لتلاتة، السالب تلاتة كانت هنا، يقوم واخد الفترة دي زائد الفترة دي زائد الفترة دي زائد الفترة دي، ويقعد بقى ايه طويل، يقعد يحل بقى في الامتحان. ممكن طالب وفرنا عليه خطوات، عرفنا ان هي الضعف، فكر يعني او هو فاهم المفروض تبقى عارف الكلام ده طبعا يا شباب. ده تكامل دالة زوجية لازم تبقى الضعف، ده اساسي يعني، ده مفيش فيه كلام خلاص، بدل ما تتوه وتقعد تاخد اربع تكاملات عندك هتبقى متاهة والامتحان مش مستحمل يعني وقت. خلاص فاعرف القاعدة ماشي ضروري يعني، وتقوم عامل بقى بحث اشارة للدالة ده على خط الاعداد، تمام؟ وتطلع التكامل بتاعك بقى هنا. ما التكامل تكامل عادي بقى يا شباب، هنا احنا وصلنا لخطوه كلنا عارفينها، يعني احنا بنجيب التكامل هنا الاثنين هنساوي على الاخر اهي. الداله بتاعتنا حدودي من صفر لاتنين، وهنا حدودي من اتنين لتلاته. هنا لما نيجي نكمل بنزود واحد على الاس ونقسم على اس جديد، تبقى سالب س تكعيب على تلاته، وهنا تبقى زائد اربعه س، هنا تبقى س تكعيب على تلاته، وهنا تبقى سالب اربعه س. تمام، تعالى بقى نكملها. اتنين عوض اللي فوق ناقص اللي تحت، لما نعوض اللي فوق تبقى سالب تمانية على تلاتة زائد تمانية. نعوض تحت بصفر خلاص ده راح، تعالى بقى نعوض اللي فوق هنا، يبقى 27 على تلاتة ناقص 12 ناقص عوض اللي تحت اللي انت كده بتمانية، يبقى تمانية على تلاتة ناقص ايه؟ ناقص تمانية. سيب الاتنين معاك للآخر، شغل شبابك بقى دلوقتي، يبقى دي سالب تمانية على تلاتة زائد تمانية، 27 على تلاتة فيها 9 ناقص 12 ناقص 8 على تلاتة زائد 8. سالب 8 على 3 وسالب 8 على 3 بسالب 16 على 3، 8 و 8 16، 9 ناقص 12 بسالب 3، 3. هنا يا شباب سالب 16 على 3 زائد 16 ناقص 3 ب 13، واحد المقامات، يبقى هنا سالب 16، هنا 3 في 13 ب 39.
تسعة ناقص ستة بتلاتة، وتلاتة ناقص واحد باتنين، يبقى هنا اتنين 23 تبقى 46 على ايه؟ على 3، اللي هي 3 في 15 ب 45، وبقى كام؟ بقى 1. تمام، يبقى الإجابة بتاعتنا رقم ج للسؤال 28. هي مسألة شاقة شوية يا شباب ومتعبة فعلا، يعني دي مسألة محتاجة تركيز في المسألة، تركيز وفهم. خلاص أنا يعني إيه شرحتها أهوت ووضحها لكم تاني، ضعف التكامل، وبعدين أهم حاجة تبقى فاهم اللعبة بتاعت المسألة دي، التكة بتاعتها دي ولا ديت كتير مش عارفها، بحث الإشارة دي لو مش عارفها خلاص، لأن في طالب هيبقى حافظ بقى إن هو يعمل إيه، يقوم قايل لك والله أنا هاخد مرة سالب ومرة موجب وخلاص، اللي هو متعود يحل بسرعة كده من غير، لأن دالة تربيعية، مشكلة دالة تربيعية يعني لها كذا جذر، لها جذرين، يعني عندك السالب اتنين والاتنين، وأنت عايز من جيب من صفر لتلاتة، فاهمين؟ فأنت لازم تجيب من صفر لاتنين واتنين لتلاتة. هتلاحظ ان هنا عكس، هنا لو ما عملتش اشارة هتتلخبط، يعني ممكن طالب يقول لك اتنين وهنا تلاتة، اخد ايه هنا على الشمال سالب وهنا موجب، لا 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 مفيش الكلام ده كده، انت ايه وقع نفسك في مشكلة وهتغلط طول الامتحان، والامتحان لازم عايز طالب مركز وفاهم. فهي قدامك قوانين مسألة وانا بنوه عليها كذا مرة عشان تبقوا ايه فاهمين يعني. تمام يا شباب، قياس س ناقص 2 دالة س، نعملها ازاي يا شباب المسألة دي؟ هنجيب الأصفار لدالة المقياس، أصفارها باتنين، هنا نفس وهنا عكس، تمام؟ أنت عايز تجيب من واحد لتلاتة، يبقى هتجزأ، تجيب التكامل من واحد لاتنين، تكامل اتنين لتلاتة، من واحد لاتنين للدالة بتاعتك اللي فوق ديت، يبقى س ناقص واحد في سالب س زائد اتنين، ومن اتنين تلاتة هتاخد س ناقص واحد دي في الناتج اللي هو س ناقص اتنين دالة س، يبقى التكامل من واحد لاتنين نفك المقدار، س في سالب س بسالب س تربيع، وهنا اتنين س، وهنا س، وهنا سالب اتنين دالة س. تكامل اتنين تلاتة تلاتة س تربيع ناقص تلاتة س زائد اتنين دالة س، كده يا شباب. تعال بقى ايه نجيب التكامل بتاعنا، سالب س تربيع تبقى سالب س تكعيب على تلاتة، وهي اتنين س وس بتلاتة س، تكاملها تبقى تلاتة س تربيع على اتنين ناقص اتنين س، هي تكاملها س أس تلاتة على تلاتة، وهي ناقص تلاتة س تربيع على ايه على اتنين، ودي زائد اتنين س، عوض الاتنين تبقى سالب تمانية على تلاتة، هنا أربعة على اتنين في اتنين، اتنين في تلاتة بستة، اتنين في اتنين بأربعة، عوض بتلاتة سبعة وعشرين على تلاتة في تسعة، تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين، يبقى سبعة وعشرين على اتنين زائد ستة. احنا هنا عوضنا بإيه بالاتنين؟ هنعوض بواحد لسه، متكعبة بتمانية، وهنا أربعة على اتنين في تلاتة، اتنين لسه هنعوض بواحد، ناقص عوض بواحد يبقى سالب تلت زائد تلاتة على اتنين ناقص اتنين، وهنا عوضنا بتلاتة، يبقى نعوض باتنين بقى، اتنين تكعبة بتمانية، يبقى تمانية على تلاتة ناقص، عوض بإيه؟ اتنين، يعني عوض باتنين، يبقى اتنين تربعة بأربعة، أربعة اتنين في اتنين، اتنين في تلاتة بستة، اتنين في اتنين بأربعة، يبقى هنا تمانية على تلاتة سالب تمانية على تلاتة زائد اتنين ناقص سالب تلت، وتلاتة على اتنين، وهنا سالب اتنين دي واحد ونص، يعني سالب تلاتة سالب تلت زي ما هي كده، وهنا واحد ونص ناقص اتنين تبقى سالب نص، زائد تسعة زائد ستة بخمستاشر ناقص سبعة وعشرين على اتنين ناقص تمانية على تلاتة زائد ستة ناقص أربعة، دي سالب تمانية على تلاتة
هنا زائد 2 زائد تلت زائد نص، 15 وستة ناقص أربعة، ستة ناقص أربعة باتنين، وخمستاشر زائد اتنين بسبعتاشر. هنا سالب 27 على 2 ناقص 8 على 3 يا شباب 29. سالب 8 على 3 وسالب 8 على 3 بسالب 16 على 3، 2 17 19 تلت ونص، ادي تلت اهيت وده نص. هنا سالب 27 على 2، هنحسب دول مع بعض تبقى سالب 15 على 3 زائد 19، وناخد النص مع دي نسيب السالب 27 ناقص 1 26، يبقى هنا سالب 5 زائد 19 ناقص 13، يعني 14 ناقص 13 يديك 1، يبقى الإجابة بتاعتنا 1 للسؤال 29. ناخد الإجابة ب، فهمنا كده؟ السؤال اللي قبله كان 15 وتلت، اللي قبلها كان 15 وتلت كانت ب، والمسألة دي طلعت رقم ب اللي هو السؤال بتاعنا شباب رقم 29 إجابته ب. طبعا كل ده ممكن تعمله على الآلة، يعني مش لازم تعمله بإيدك. مسألة رقم 30، تكامل من 2 لألف الدالة 4 س ناقص 1 دالة س بيساوي 9، وعند الألف بينتهي من ص موجب، فإن الألف بتساوي نقط. طيب هنا يا شباب هنكمل عادي، يعني تبقى 4 س تربيع على 2 ناقص س حدودي من 2 لألف، عوض مرة بألف ومرة باتنين، يبقى 4 ألف تربيع على 2 ناقص ألف ناقص عوض باتنين، 2 تربيع بأربعة، طبعا فيها 2 أهي، 2 في 4 8 ناقص 2 تساوي 9، دي فيها 2 يعني 2 ألف تربيع ناقص ألف ناقص 6 بيساوي 9، يعني 2 ألف تربيع ناقص ألف ناقص 15 بيساوي 0. حلل 15، 3 في 5 ب 15، نكتب هنا 3 هنا 5، 2 في 3 ب 6، 6 ناقص 5 يديك 1، الكبير ياخد الشاطر في النص اللي هو الستة ياخد سالب، واللي ياخد أو تعملها بالوجه الإيكويشن لو شفت حلل، ماشي؟ يبقى هنا 2 ألف تربيع 2 ألف ألف، وهنا 5 في 3 يبقى سالب 6 كده مظبوط. تبقى الألف قيمتها يا إما بقول لك إن الألف ص موجبة، يعني ده مرفوض يعني، فتبقى الألف بإيه؟ 3. يبقى سؤال 30 إجابته هتبقى الألف ب3، الاختيار ألف يعني. السؤال اللي بعده 31، إذا كان التكامل من كاف لتلاتة لاتنين س دالة س يساوي 5، فإن كاف يساوي نقط. هنا هنكمل يا شباب، يعني نزود على الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، يبقى 2 س تربيع على إيه؟ على 2. حلول التكامل من كاف لتلاتة بتساوي 5، أهو بتلاتة طبعا، الاتنين هتروح مع الاتنين يبقى 9 ناقص كاف تربيع بتساوي 5، يعني كاف تربيع بأربعة، يعني كاف بتساوي موجب أو سالب 2. شوف كده الاختيارات رقم 31، ناخد الاختيار ده اللي هو موجب او سالب ايه؟ 2، تمام. يبقى رقم 31 ناخد اجابة د. السؤال اللي بعده 32، اذا كانت الف اصغر من الب، الالف اصغر من 2 والاتنين اصغر من ب، وكان تكامل
المقياس س ناقص 2 من ألف ل ب د س بيساوي 4. هو عايز ألف تربيع زائد ب تربيع على ألف زائد ب. هو بيقول لي الألف أصغر من الاتنين أصغر من ب، وعايز التكامل من ألف، وكان التكامل من ألف ل ب بأربعة. هنا الألف من ال ب التكامل ده كله بأربعة، بيقول لي الألف أصغر من اتنين أصغر من ال ب، وعايز التكامل من ألف لحد ب لمقياس س ناقص 2 د س. هنا هنعيد تعريف دالة المقياس، يعني احنا هناخد س ناقص 2 اصفرها باتنين اهي، فين اصفرها باتنين، اللي على اليمين هتاخده زي ما هو، يعني نقول س ناقص 2 وهنا سالب س زائد ايه زائد 2. فهتجيب التكامل بتاعك بقى من ألف ل ب، تقوم قال والله اجيب التكامل من ألف لحد 2 لحد سالب من سالب س يعني زائد 2 د س، وارجع اكمل معايا التكامل من 2 ل ب. الدالة س ناقص 2 د س. تعالى بقى نكمل عادي، ألف 2 زود على الأس 1 يبقى سالب س تربيع وقسم على الأس الجديد. هنا التكامل حلوله من 2 لحد ايه ب، يبقى هنا س ناقص 2، هنا نقسم زود على الأس 1 نقسم على الأس الجديد اهو، بتبقى 2 س. تمام، نعوض بقى باللي فوق، يبقى سالب 2 عوض كده باللي فوق، سالب 4 على 2 فسالب 2 زائد 2 ناقص اللي تحت، يبقى سالب ألف تربيع على 2 زائد 2 ألف. أرجع أعوض ب، تبقى ب تربيع على 2 ناقص 2 ب، وبعدين أعوض اللي تحت يبقى ناقص، عوض 2 تربيع ب 4، 4 على 2 في 2، 2 في 2 ب 4. كمل كده معايا، كده نروح مع بعض، هتبقى ألف تربيع على 2. خد بالك إن قال لي قيمة التكامل ده كله كان بكام في المسألة؟ ب 4، يعني كل ده ب 4. هنا سالب 2 ألف، وهنا ب تربيع على 2. كمل معايا، سالب 2 ب، دي سالب 2 في سالب، يبقى عندك ألف تربيع على 2 زائد ب تربيع على 2 ناقص 2 ألف. ماشي، ألف تربيع على 2 زائد ب تربيع على 2 ناقص 2 ألف ناقص 2 ب تساوي 2. احنا عايزين يا شباب في المسألة طالب مني هات لي، قول لي اوجد ألف تربيع زائد ب تربيع على ألف زائد ب. طب دي نجيبها ازاي؟ العلاقة دي حاول ان احنا نجيب حاجة تربطها، يعني انت عندك ألف تربيع وهنا ألف تربيع على 2، فاضرب المعادلة دي كلها في 2، هتبقى ألف تربيع زائد ب تربيع ناقص 4 ألف ناقص 4 ب تساوي صفر. تمام، ألف تربيع زائد ب تربيع، احنا قربنا نوصل اهو يا شباب، لو خدنا من هنا 4 عامل مشترك، يعني قول ألف تربيع زائد ب تربيع ناقص 4 في ألف، هنا بقى تعمل قوس تقول هنا زائد ب. تمام كده خلصناها، لأنه عايز النسبة بين ألف تربيع على ده، فده يروح الناحية التانية، يبقى ألف تربيع زائد ب تربيع بتساوي 4 في ألف زائد ب. يعني المطلوب منك خلاص أنت خلصت المسألة، ألف تربيع زائد ب تربيع على ألف زائد ب تساوي 4. دي كانت صعوبة المسألة يعني، بس طلع الناتج ب 4، الاختيار بتاعنا ب. السؤال 32. طيب شوف السؤال اللي بعده بقى 33. تلاتة وتلاتين هو بيقول لي هات التكامل، أو التكامل ده موجود لوغاريتم ب لأساسها، لوغاريتم أ لأساسها للهاء أس س د س يساوي 2، فهات لي احسب قيمة أ تربيع ناقص ب تربيع. نفس الفكرة اللي فاتت، عشان نحل المسألة يعني وفي الآخر نصفيها إن شاء الله. ركز معايا،
هنا التكامل بالنسبة لها أسسين بتبقى ها أسسين زي ما هي. حلول التكامل اللي فوق لوغاريتم ألف الأساس ها، واللي تحت لوغاريتم ب الأساس ها، كل ده باتنين، فنعوض اللي فوق ناقص اللي تحت، فيبقى ها أس لوغاريتم ألف الأساس ها ناقص لوغاريتم، طبعا دي ها يا شباب، ها أس لوغاريتم ب الأساس ها. احنا خدنا قاعدة قبل كده، طالما ها أس لوغاريتم مرفوع يعني الأساس بتاعه هي، تبقى هي ألف ودي تبقى ب، دي قاعدة من القواعد اللي احنا خدناها. طيب احنا كده، هو قال لي بقى إن في المسألة، قال لي هو عايز ألف يا أستاذ، ده بيقول لي ده ب 12، ده ب 12، ركزوا كده يا شباب، قال لي إن ده ب 12 وهات لي في الآخر ألف، ألف تبقى بكام؟ فأنت هتعوض، بس أنت خلصت المسألة أصلا، هتعوض مكان الألف أو تعوض مكان الباء هنا عشان تجيب ألف، يبقى الباء هتودي دي هنا ودي تجيب مكانها، يبقى الباء بتساوي ألف ناقص اتنين، تقوم عوض في المعادلة بتاعتك دي اللي هو جابها لك، تعوض مكان الباء بألف ناقص اتنين، فبتقول له والله ألف تربيع ناقص تفتح قوس ألف ناقص اتنين لكل تربيع تساوي 12. تعالى بقى فك مسألتك، بألف تربيع هي تيجي زي ما هي، وبعد كده سالب ألف تربيع من 4 سالب 4 ألف بيساوي 12، دول روح مع بعض السالب تضرب، فتبقى 4 ألف ناقص 4 بتساوي 12، يبقى 4 ألف بتساوي 16، يعني ألف بتساوي 4، يبقى الإجابة بتاعت السؤال 33 تطلع الاختيار ج، ألف بتساوي 4. السؤال اللي بعده 34، المسألة اللي بعدها رقم 34، قول لي أوجد حلول تكامل، أوجد تكامل من صفر لوغاريتم 3 أساس ها، ها أس 2 س زائد ها أس س د س. ده نعمل التكامل ازاي؟ اشتغل عادي يا شباب، حلول التكامل بتاعتك من صفر لوغاريتم 3 أساس ها، وزع التكامل، التكامل ده تبقى ها أس 2 س زي ما هي على 2 زائد ها أس س زي ما هي، حلولك من هنا لهنا ماشي. تعال نعوض مرة لوغاريتم 3 أساس ها هنا، هتبقى ها أس 2 لوغاريتم 3 أساس ها، كل ده على 2 زائد ها أس لوغاريتم 3 أساس ها ناقص، عوض بصفر يبقى ها أس صفر بواحد، واحد على 2 زائد ها أس صفر بواحد، هنا الاتنين نجيبها فوق، يعني تبقى لوغاريتم نص ها أس لوغاريتم 3 أس 2 الأساس ها زائد ها أس ها أس لوغاريتم 3 أساس ها ناقص 1.5، دي 3 على 2، هنا يطلع الناتج دي تروح عليه طبعا، هيبقى 9 على 2، ودي تروح مع دي يعني بقى 3 ناقص 3 على 2 اللي هي 1.5، اهي 3 على 2 اهي، 9 على 2 اللي هي 4.5، 4.5 ناقص 1.5 يديني كام؟ 3، 3 زائد 3 بيساوي 6، الإجابة بتاعتك ب6. سؤال 34، السؤال اللي بعده 35، عايزين نجيب التكامل من 1 لهاء لوغاريتم س للأساس هاء. المسألة معانا رقم 35 يا شباب، هنعمل تكامل بالتجزيء لأن مفيش تكامل للوغاريتم، عندك تكامل من 1 لهاء لوغاريتم س للأساس هاء د س. طب هنعملها ازاي بالتجزيء؟ بنعمل ناخد دالة نفاضلها ودالة نكملها، دي كأنها في 1 د س يعني، ناخد الدالة كده اللي هنا تفاضل وهنا تكامل، تمام؟ انت عندك تفاضل اللوغاريتم اللي هي 1 على س، يعني تقول هنا تفاضل كده وهنا تكامل، لوغاريتم س للأساس ه وهنا تكامل الدالة 1 د س، دي تفاضلها بواحد على س وتكامل الواحد بس ماشي، تقوم ضارب دول في بعض، يبقى س لوغاريتم س للأساس ه ناقص تكامل س في 1 على س، كل ده دالة س، ده يروح على ده، وانت عايز تجيب التكامل بتاعك حدوده من 1 لهاء ماشي،
يبقى انت عندك سين اهي، لوغاريتم السين دي اساسها. تعال نكمل بقى الواحد ده، نكمل الواحد بسين، يبقى من واحد لهاء يساوي سين لوغاريتم سين دي اساسها. وهنا عندنا حدود التكامل كانت من واحد لهاء، مش كده يا شباب؟ يبقى التكامل وزعناه كده، عملنا التكامل بالتجزيء وتوزع حدودك من واحد لهاء هنا وهنا. فيتعوض بقى، هنعوض مكان السين بإيه؟ بهاء. يبقى انت عندك اهو حلولك من واحد لهاء ناقص السين برضو حدودها من واحد لهاء. عوض كده، هنا عوض بهاء، هتبقى هاء لوغاريتم هاء الأساس هاء ناقص واحد في لوغاريتم واحد لأساس هاء دي بصفر، ويطلع بواحد في هاء بهاء. كمل هنا هاء ناقص واحد، فيتبقى من هنا هاء ناقص هنا هاء وهنا موجب واحد، فيروح مع ده، فيتبقى معاك ايه؟ واحد في الآخر. تكامل من صفر لعشرين باي، مقياس جا س د س. احنا عايزين نجيب التكامل، خد بالك دالة الجا بتعمل دورة كل ايه؟ اتنين باي، يعني هنا من صفر لباي، هنا اتنين باي، هنا تلاتة باي، هنا أربعة باي، احنا عايزين لحد عشرين باي. المقياس هيقلب كل دول فوق في الجهة الموجبة، فيبقى انت عندك عشرين. عشرين ايه يا ولاد؟ ها شايف الشكل ده؟ عشرين مساحة أسفل المنحنى الموجود، واحد اتنين تلاتة أربعة لحد ايه؟ عشرين، بس حدودك من صفر لإيه؟ لبار. يبقى انت عندك عشرين شكل، تمام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة لحد عشرين، لأن هما كان أول حاجة صفر باي، اتنين باي، تلاتة باي، أربعة باي، دي رسمة ايه؟ جا. فأنا عايز عشرين باي لحد عشرين باي، المقاس بقى هيقلبها فوق، فتاخد حدود التكامل بتاعتك من صفر لباي، وتقوم قايل له جا س د س. تعالى كده نكمل، يبقى عشرين يلا من صفر لباي، الجا تكاملها بسالب جتا، عوض بقى بالبسط ناقص المقام، يعني عشرين تبقى سالب هي جتا باي ناقص سالب جتا صفر، يبقى عشرين في جتا 180 بسالب واحد سالب في سالب بموجب، جتا صفر واحد سالب في سالب بموجب، يعني تبقى اتنين في عشرين بأربعين. يبقى الإجابة بتاعتنا 40، يعني ج للسؤال 36، السؤال 37، تكامل من صفر لاتنين جذر التربيعي 4 ناقص س تربيع د س. لو ركزنا كده يا شباب هنلاقي دي معادلة ايه؟ دايرة. لو خدنا 4 ناقص س تربيع سودناها ص، الدالة بتاعتنا يعني دي طبعا جذر، جذرة، وربعنا الطرفين فهتبقى أربعة ناقص س تربيع بتساوي ص تربيع، يعني معنى كده إن ص تربيع زائد س تربيع تبقى إيه؟ بأربعة، يعني دي معادلة دايرة نص قطرها بيساوي اتنين. لو نفتكر عندك المركز هيبقى صفر وصفر، عندك نص قطر باتنين، أدي الدايرة بتاعتك أهيت، نص القطر بتاعها باتنين، مش كده؟ يبقى هو عايز إيه؟ التكامل من صفر لاتنين، خد بالك نص القطر باتنين، ده اتنين ودي سالب اتنين. هو عايزنا من اول صفر لحد اتنين، دي ربع دايره، يعني الكلام ده يا استاذ ان هو مساحه ربع ايه؟ دائره، يعني تبقى ربع باي نق تربيع، يعني ربع في مساحه الدايره اللي هي الباي، مربع نص القطر، نص القطر عندك باتنين، اتنين تربعها باربعه، دي تروح مع دي فيطلع معاك باي، لان ده ربع ايه؟ مساحه دايره. فالاجابه بتاعتك تبقى رقم ج. شوف السؤال اللي بعده رقم 38، إذا كانت دالة س بتساوي دالة يا ولاد متعرفة لها تعريفين، اتنين س ناقص واحد عندما س تكون أكبر من أو تساوي سالب واحد وأقل من اتنين، وهنا الس أكبر من اتنين وأقل من خمسة، وعايز التكامل من تساوي سالب أو سالب واحد لحد أربعة للدالة بتاعتي. هو عايز التكامل من أول سالب واحد لحد أربعة، تمام؟ هو بيقول لي من سالب واحد لحد اتنين كان المقدار باتنين س ناقص واحد، وبيقول لي بعد كده من اتنين لحد خمسة كان الناتج في المنطقة دي بتلاتة،
فانت عايز تجيب التكامل من سالب واحد لاربعة من هنا، ده س ده س، فانت هتجزأ كله بيساوي، وناخد من سالب واحد لحد اتنين الدالة بتاعتك ده اللي هي اتنين س ناقص واحد دالة س، زائد التكامل من اتنين لاربعة تلاتة دالة س. تمام، يلا نكمل. من سالب واحد اتنين تبقى اتنين س تربيع على اتنين ناقص س، هنا تبقى تلاتة س من أول اتنين لأربعة، عوض يبقى اتنين تربيع بأربعة، طبعا دي تروح مع دي، ناقص اتنين ناقص، عوض هنا سالب واحد تربيع بواحد زائد واحد، هنعوض بأربعة، تلاتة في أربعة باتناشر، ناقص اتنين في تلاتة بستة، أربعة ناقص اتنين باتنين، اتنين ناقص اتنين بصفر، ده بصفر، اتناشر ناقص ستة بستة، يطلع الناتج معاك بكام؟ بستة، دي الإجابة جي. وصلنا للسؤال 39، يقول إذا كان دالة س بتساوي مقياس س ناقص واحد عندما س تكون أقل من أو يساوي واحد، وس تربيع ناقص واحد عندما تكون الس أكبر من الواحد، عايزين نجيب التكامل من أول سالب اتنين لحد اتنين دالة س. رقم 39، احنا عايزين نجيب التكامل من أول سالب اتنين لحد اتنين. هو قال لي في المسألة يعني أصفار المقياس، في مقياس اهوت يا ولاد، س ناقص واحد دالة س اهي، ركز كده معايا، تساوي مقياس س ناقص واحد لما تكون الس أقل من أو يساوي واحد، يعني الأصفار هنا لما تبقى بواحد، أقل من أو يساوي الواحد هتبقى بالسالب، يعني في الأقل من الواحد ناخد من ده سالب، يعني سالب س زائد واحد. تمام، وهنا س تربيع ناقص واحد لما تكون الس أكبر من واحد، أكبر من واحد هنا يبقى س تربيع، وأنت عايز تجيب التكامل منين لفين؟ من أول سالب اتنين لاتنين، يبقى هتجزأ ده زائد ده، يبقى التكامل من سالب اتنين لاتنين دال س دال س يساوي، هنجيب التكامل بتاعنا من أول سالب اتنين لواحد، الدالة اللي هي سالب س زائد واحد دال س، زائد التكامل من واحد لاتنين س تربيع ناقص واحد دال س. تمام، دي الفكرة بس بتاعتنا، وهنوزع بقى التكامل ونشتغل عادي يعني. حلو، التكامل من سالب اتنين لواحد تبقى سالب س تربيع على اتنين زائد س، وهنا س تكعيب على تلاتة ناقص س واحد اتنين، يبقى هنا سالب نص زائد واحد ناقص، عوض بسالب اتنين هنا تبقى سالب أربعة على اتنين ناقص اتنين، زائد عوض باتنين يبقى تمانية على تلاتة ناقص اتنين ناقص واحد ناقص واحد، يبقى هنا نص، دي تبقى سالب اتنين سالب اتنين سالب أربعة، سالب في سالب بموجب، تمانية على تلاتة ناقص اتنين ناقص تلت زائد واحد. هنا تمن أتلات وتلت تبقى سبع أتلات، وعندك أربعة ناقص اتنين باتنين، اتنين واحد تلاتة، وفي نص تلاتة ونص اللي هي سبعة على اتنين، واحد مقاماتنا ستة، ستة على تلاتة في اتنين، اتنين في سبعة أربعتاشر، ستة على اتنين في تلاتة، تلاتة في سبعة واحد وعشرين، يبقى خمسة وتلاتين على ستة، الإجابة بتاعتنا جيم. ماشي كده يا شباب، طيب السؤال اللي بعده رقم 40، تكامل من صفر لألف مقياس س دالة س بتساوي 32، فإن ألف بتساوي نقط. انت هنا يا شباب عندك التكامل من صفر لألف، طب تعالى جيب اصفار كده الدالة، الصفر اهو بيقول لي من صفر لألف، انا مش عارف بقى الألف دي موجب ولا سالب، ولكن يقول لك حلول التكامل الناتج بتاعك طلع بالموجب، فاهمين؟ طالما الناتج طلع بالموجب هو بيتكلم عن المنطقة الموجبة، لأن أنت لما يكون أكبر من الصفر هتاخد س وهنا سالب س، فلو أنت كملت وطلعت الناتج لازم الناتج يطلع بسالب الفترة دي، لكن هو طلع بالموجب أنت هتاخد ده، يبقى معنى الكلام قصدي يقول لك هات التكامل من صفر لألف لس دالة س، وكان الناتج ب 32 عدد تبقى قيمة الألف. فاهمين؟ إذا كان التكامل يعني من صفر لألف لس د لس بيساوي 32 فوجد ألف، يبقى إحنا خدنا المقياس هنا بالموجب لأن الناتج كان بالموجب. التكامل هنا نزود على الأس واحد ونقسم على الأس الجديد. أهو.
من صفر لألف بيساوي 32، تعوض تبقى ألف تربيع على 2 بتساوي، طبعا عوض بصفر خلاص بيساوي 32، فتبقى ألف تربيع ب64، يعني ألف بتساوي موجب أسرة 8. ماشي، ناخد الإجابة ج بتاعتنا يعني. فهمتوا كده يا شباب؟ دي كانت المسألة 40. شوف اللي بعده، السؤال بتاعنا 41، واللي هات لي التكامل من صفر لألف. لا ده خلاص احنا عملناه، ده كانت 40 خلاص. تعال نشوف بقى 41، التكامل من سالب واحد بواحد، فاحنا لو قسمنا على 16 وهنا 16، طب هنا 16 ستة ربيع، تعمل ايه؟ تقدر تاخد من الاول ال 16 عامل مشترك، يعني تيجي تبسط مسألتك كده، خد ال 16 بقى عامل مشترك، تاخد جذرها يبقى 4 جذر، يبقى انت عايز تجيب تكامل سالب واحد لواحد، لان كده معادلة الدايرة مش مظبوطة. طيب يبقى من سالب واحد لواحد والاربعة خدتها بره، يعني خدت الجذر التربيعي، وبقى عندك واحد ناقص س تربيع. فهمتوا يا شباب؟ الأربعة تطلع بره لأن جذر 16 بأربعة، يبقى أربعة تكامل من سالب واحد لواحد في الجذر التربيعي لواحد ناقص س تربيع ده لس. دي معادلة الدايرة، تعالوا كده نحددها. هم قايلين والله إن س تربيع دي بتساوي واحد ناقص س تربيع، خدت ده سويته بص وربعت الطرفين، فتبقى س تربيع زائد س تربيع تساوي واحد، يعني دي معادلة الدايرة نص قطرها بواحد. هو عايز بقى التكامل من سالب واحد لحد واحد، فاهم الكلام؟ سالب واحد لواحد دي على نص دايرة، يبقى نصف دائرة، يعني نص مساحة الدايرة، يبقى التكامل ده الناتج بتاعه يبقى نص مساحة الدايرة. يبقى انت هتقول التكامل ده بيساوي ايه؟ تسيب الأربعة زي ما هي بره، في نص الدايرة، نص في مساحة الدايرة اللي هي باي ناق تربيع، أربعة على اتنين فال اتنين، باي نص القطر بكام؟ بواحد، يبقى الناتج يطلع ايه؟ اتنين باي وحدة مربعة. فهمنا يا شباب؟ لكن أنا هنا لما جيت عملت لقيت المسألة مش مظبوطة، لقيت هنا ما ينفعش، لازم نعمل إيه؟ ناخد عامل مشترك الأول المسألة عشان تحول لمعادلة القرى، ناخد يطلع ناتج إيه؟ إجابة رقم ج. السؤال اللي بعده 42، تكامل من صفر لأربعة، أربعة أس لوغاريتم س للأساس 2 د س. دي نعملها ازاي يا شباب؟ ممكن نقول له والله التكامل من صفر لأربعة، هعدل الأربعة دي، ممكن أقول اتنين أس اتنين، أهي اتنين أس اتنين كل أس س لوغاريتم اتنين. طب احنا خدنا القاعدة دي قبل كده، هو بيقول التكامل من صفر لأربعة اهو اتنين أس اتنين، طبعا دي تشيل دي، فيبقى عندك اتنين أس ايه؟ س دالة س. طب تكامل دي دالة أسية، تكامل دالة أسية بيسيبها زي ما هي، تمام؟ يعني 2 أس س تكاملها ب 2 أس س على مشتقة الأس اللي هو بواحد، وحدودك من صفر لأربعة د س، فيبقى 2 أس 4 اللي هي 16 ناقص 2 أس 0 اللي هي واحد، يعني 16 ناقص واحد يدينا 15. فهمنا يا شباب؟ رقم 42، ودي تكامل من صفر لأربعة، أربعة أس لوغاريتم س للأساس 2 د س. هنا أقول صفر لأربعة، الأربعة دي نخليها 2 في 2، نوزع الأس هنا وهنا، تمام؟ 2 أس لوغاريتم س للأساس 2 دي تطلع بس، يعني التكامل يطلع من صفر. احنا لسه مكملناش شباب، احنا بنوزع بس الأربعة على 2 و2، وبعدين بنعمل القاعدة، يبقى هنا س في س، فاهمين؟ يبقى انت عندك التكامل من صفر لأربعة س تربيع د س، يعني الحدود تبقى من صفر لأربعة س تكعيب على 3، عوض تبقى 64 على ايه؟ على 3. دي الإجابة بتاعتنا ألف. السؤال 42، نكمل اللي بعدها رقم 43، بيقول إذا كان التكامل من كاف كاف زائد واحد 9 أس لوغاريتم جذر 3 من أساس 3 دالة س بتساوي 5 على 2، فهنا كاف بتساوي نقط. تعال نحلها كده زي اللي فاتت، هنا كاف وهنا كاف زائد واحد، فك دي 3 لوغاريتم جذر 3 أساس 3، ماشي، وهنا 3 لوغاريتم جذر 3 على أساس 3 بيساوي 5 على 2.
هنا 3 أس لوغاريتم كذا، 3 3 بجذر 3، ودي جذر 3 كاف لكاف زائد 1، جذر 3 بجذر 3 ب 3. يبقى انت عندك التكامل من كاف طبعا د س، طيب 3 من كاف لكاف زائد 1، من كاف لكاف زائد 1، د س يساوي 5 على 2. يبقى التكامل هنا هيبقى ايه؟ 3 س حدودي العلوية كاف زائد 1 والسفلي 1، عوض كاف زائد 2 يبقى 3 في كاف زائد 1، 3 في كاف زائد 1 ناقص 3 كاف تساوي 5 على 2. يبقى 3 كاف زائد 3 ناقص 3 كاف تساوي 5 على 2، يعني بنعوض اللي فوق ناقص ايه اللي تحت.